أهلا بكم مشاهدي الكرام في عدد جديد من برنامج لقاء خاص. في هذا الأعداد أستضيف سيد عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمس الذي أعلن أو حمس التي أعلنت عدم مشاركتها وعدم مقاطعتها للانتخابات الرئاسية. أهلا بك سيد عبد الرزاق مقري. أولا قبل أن يعني ممكن تشرح لنا باختصار كبير شديد يعني ما هو حقيقة موقفكم يعني لا تشاركون ولا تقاطعون؟ أولا تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين والسيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله. موقفنا في الحقيقة يعني له شقين، الشق الأول يرتبط بوضع البلد، نحن كحركة مسؤولة يعني أردنا ألا نكون طرفا في التأزيم، لأن البلد مؤزم، لأن الذين يسيرون البلد يعني لم يكونوا في مستوى يعني المسؤولية في هذه الظروف الصعبة التي نعيش فيها، فأردنا ألا نكون طرفا في التأزيم، فلم ندعو للمقاطعة، ولكن اعتبرنا بأن مشاركتنا في الانتخابات لا تنفع البلد ولا تنفع هذه الانتخابات، لا توجد ظروف حقيقية للمنافسة، هناك سيطرة فوقية يعني كلية يعني مطلقة على الوضع السياسي. ولكن عدم إجراء انتخابات يعني ترك الوضع على ما هو عليه، يعني هل ترى والبلاد تعيش هذه الأزمة الإبقاء على الستاتيكو على الوضع القائم؟ فليذهبوا للانتخابات ويتحملوا مسؤوليتهم. نعم هذا واضح أنه رايحين للانتخابات، ولكن من وجهة نظرك أنت يعني ترى أنه يجب البقاء هكذا بدلا من ذهاب إلى الانتخابات؟ نحن قلنا من البداية يعني منذ أن كنا نعد ل المنتدى الوطني للحوار في عين بنيان كنا نقول بأن البلد تحتاج إلى الذهاب للانتخابات في آجال معقولة، وقلنا نحن يعني جاهزون لهذه الانتخابات وكنا ندفع لهذه الانتخابات، ولكن كنا نريد أن تكون الانتخابات حل وليس تأزيما. الانتخابات تكون حلا حينما تكون في إطار الرضا، رضا جميع الشركاء، الثقة المتبادلة، الحماس الكبير لدى المواطنين، وتكون في إطار النزاهة وفي إطار التنافس الشريف. للأسف هذا لم يتحقق، فلذلك لا نرى بأن المشاركة في الانتخابات يعني مفيدة لمشاركتنا نحن بالترشيح، مفيدة للبلد والانتخابات. طيب لا تشاركون ولكنكم أيضا لا تقاطعون، هل ترى أنه مقاطعة يعني مقاطعتكم تعني المشاركة في التأزيم، تأزيم الوضع؟ لا، شوف الموقف من الانتخابات في الديمقراطيات في العالم ككل يعني متعددة متنوعة، يمكن المشاركة، يمكن المقاطعة، يمكن المقاطعة بالدعوة للمقاطعة اللي هو المقاطعة الفاعلة، يمكن مقاطعة بدون الدعوة، يمكن المشاركة دون الدعوة للمشاركة. لكن أنت لماذا لم تقاطعوا؟ نحن في الحقيقة أردنا ألا نتحمل مسؤولية تبعات هذه الانتخابات، نحن ندرك بأن هذه الانتخابات لن تكون حلا، نحن ندرك بأن هذه الانتخابات ستصنع أزمات كبيرة جدا فور نهايتها، يعني إذا أردت أن نفصل في هذا نفصل في هذا، فنحن لم نريد أن نكون طرفا في الأزمة، نحن إن لم نقدر على أن نكون طرفا في الحل لا نكون طرفا في الأزمة. طيب المقاطعة، أنت إذا شايف ناس رايحين إلى وضع خطير وصعب يعني أنت لا تريد أن تكون طرفا. طيب الذين يعني هذا يعني أن المقاطعة قد تكون سببا في تأزيم الوضع، وكذلك الانتخابات في الظروف التي هي عليه ستكون كذلك سببا في تعقيد الأزمة. واضح أنت ترى أن الذهاب للانتخابات بهذا الشكل ستكون سببا من أسباب تأزيم الوضع، وفي نفس الوقت ترى أن المقاطعة قد تكون سببا في تأزيم الوضع. هل الذين يقاطعون الانتخابات خليني أسأل سؤالي إذا سمحت لي سي عبد الرزاق مقري، هل الذين يقاطعون الانتخابات سيساهمون في تأزيم الوضع؟ المقاطعة والدعوة المقاطعة موقف سياسي كغيره من المواقف، وكل يتحمل مسؤوليته من خلال قناعاته، هذا موقف سياسي مقبول ومعترف به عالميا، من يرى بأن الدعوة للمقاطعة تخدم البلد فهذا رأيه هو ويتحمل مسؤوليته. ولكن أنت ما رأيك فيه؟ أنت تقول الانتخابات مثلا السلطة تدعو إلى انتخابات في الظروف الحالية، تقول أنه هذا سيؤزم الوضع. الذين يدعون إلى المقاطعة هل ترى أنهم أيضا يؤزمون الوضع؟ شوف نحن حينما دعونا للمقاطعة في العهدة الرابعة وخرجنا للشارع دعوة المقاطعة، لم ندعو إلى وقف الانتخابات في العهدة الرابعة، لم نقول بأننا نحن سنمنع الانتخابات وسنصنع يعني مشكل وفوضى لمنع الانتخابات، نحن دعونا الجزائريين ألا يذهبوا للصندوق، يعني هناك فرق بين
إرادة منع الانتخابات، وهذا تأزيم كبير جدا يعني، وبين يعني وبين لا وبين, لا وبين الدعوة للمقاطعة أو عدم المشاركة أو المشاركة دون أن تدعو للمشاركة، لكن يعني نفسه في نهاية المطاف يعني هو نفسه يعني نفس الموقف. نعم نعم، يعني عدم الذهاب إلى الصندوق أو مقاطعة الصندوق، هذا هو نفس الموقف. موقف سياسي. طيب، هي كلها مواقف سياسية، وكل يتخذ موقفه من خلال ضميره، من خلال ما يرى بأن هذا ينفع البلد أو لا ينفع البلد. سأعود إلى وهذه السياسة. سأعود إلى موقفك سيد عبد الرزاق مقري لاحقا في خضم هذا الحوار، لأنه قبل إلغاء أو الحراك كنت مع الانتخابات ومع التمديد ومع تأجيل، عفوا مع تأجيل آخره، ولكن سنأتي إلى ذلك. الآن يعني هناك تغييرات صارت في بعض النصوص في قانون الانتخابات، في قانون الأحزاب، تم إنشاء سلطة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وهذا يعني أن الوضع المتعلق بالانتخابات مختلف عن الوضع اللي كان قبل الحراك، يعني إبعاد الانتخابات عن الحكومة، عن وزارة الداخلية إلى آخره. ألا ترى أنت يا عبد الرزاق بأن هذه العوامل يمكن أن تلعب دور في إجراء انتخابات بدون تزوير؟ هذه العوامل على الحال الذي هي فيه هي السبب الجوهري والرئيسي لعدم ترشحنا لهذه الانتخابات، لأنه لم يحدث أي تغيير، وسأبين لك بالدليل الواضح البين. تفضل. ماذا كانت تطالب الأحزاب السياسية والمعارضة منذ سنوات فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات؟ كانت تطالب بأن تكون هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات بالتوافق، أي أن المعنيين بالانتخابات المتضررين من التزوير يجب أن يشاركوا في هذا التوافق للهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. الحاصل أن الهيئة هذه كانت الإدارة هي التي تدفع كل شيء باعترافهم، هم الذين قالوا بأن ليست لنا الإمكانيات لاختيار كل هؤلاء الذين يشرفون على الانتخابات، وهم اعترفوا بذلك. الأمر الثاني فيما يتعلق بالقوانين، المشكل الجوهري المركزي في التزوير للانتخابات هو الكتلة الناخبة. الجميع كان يقول بأن نحن لا نعرف من يصوت، هناك كتلة ناخبة مجهولة، كانوا يعطونا سيدي فيه الأسماء انت على الكتلة الناخبة، ولكن لا تستطيع أن تتصرف في هذا السيدي حتى تستطيع أن تكشف إذا كانت هناك أسماء مزدوجة أو غير ذلك. هذا لم يتغير فيه شيء، والغريب في الأمر أن الناطق الرسمي باسم الهيئة يقول بأن هذا أمر سيادي وهذه أسرار الدولة يمكن أن نسلمها، وهو لا يدري، يمكن لعدم تجربته في الانتخابات ربما لأنه لم يكن ضحية للتزوير، لا يدري بأن النظام السياسي يسلم القائمة عكس ما يقول هو، ولكن يسلمها لك دون أن تستطيع أن تتصرف فيها يعني. الأمر دون أن تستطيع أن تتصرف فيها يعني حتى تكشف حقيقتها. الأمر الثاني، القانون لم يحل مشكل هذه الخلية المعلوماتية اللي في الولاية ومشبكة مع وزارة الداخلية التي كان يحدث فيها كل شيء. أي ممثل لأي منتخب لأي مرشح لا يستطيع أن يدخل الولاية ليعرف ماذا يحدث، ولا يستطيع أن يدخل وزارة الداخلية. يعني كان هناك تقسيم الكوطات، من يزيدونه ومن ينقصونه كما حالتنا نحن، كانت في الحجر المظلمة. القانون لم يحل هذا المشكل. القانون كذلك لم يحل مشكل الرقابة في الصناديق، يعني في الصناديق القانون يسمح لخمسة فقط، وبعدين هم يأتونك بقوائم وهمية كثيرة جدا، 20 25 30 40، وبعد يديروا عليها القرعة وأنت تخرج يعني بالقرعة لا تستطيع أن تراقب. يعني كل المسار تاع التزوير لنيش دو لافرود كلها بدون استثناء لم يحل منها اي مشكل. طيب سي عبد الرزاق، يعني نجيك نقطه، وطبعا انا احاول ان اصف الوضع مثلا، وهذه النقاط يمكن ان ترد، ويبدو لي انه من وجهه نظري الاحزاب والمعارضه لو اتحدوا يعني تمكنوا من مراقبة الانتخابات. نقول لك لماذا. النقطة الأولى مثلا اللجنة الوطنية، يعني لما قالت الإدارة أعطت لها الوسائل، لا يمكن حتى وشاركتم أنتم لهذه اللجنة إلا أن تحصل على اللوجستيك الإمداد إلا من الدولة، يعني شكون يعطي لها الأموال، شكون يعطي لها اللوجستيك وبين تعيين الناس. لا حتى تعيين الناس ممكن، هذا نقطة. مثلا مراقبة الصناديق، يعني القانون الحالي يعطيكم الحق في مراقبة الصناديق والطعن، عفوا والطعن حتى عندكم انتم المترشحين والمشاركين في الانتخابات تستطيعون الطعن في القائمة الانتخابية إذا كان عندكم وسائل الرقابة. لا تستطيع أن تعرفها.
يعني يعطوها لكم يعطوها لكم ان سيدي لا جاهز. تستطيع لا تستطيع ان يعني سيدي جامد جامد لا تستطيع ان تتصرف فيه. وبالمناسبه اصدقائه في الاتحاد الاوروبي في الانتخابات التشريعيه الماضيه واللي قبل الماضيه واللي كانوا يعني معناها لم يطعنوا في الانتخابات ولكن داروا ملاحظه اساسيه قالوا بان تنظيم الانتخابات في الجزائر لا يخضع للمعايير الدوليه لان القائمه الانتخابيه لا يستطيع ان يعرفها احد يعني هذو اصدقائهم اللي زكاوا الانتخابات داروا لهم هذه الملاحظه وهذه الملاحظه نحضر منذ سنوات طويله. ثم بعد ذلك انت تطعن ولا ما تطعنش؟ نحن عندنا حالات كثيره معروفه عندنا هنا قريبا منك يعني في برج كيفان برك في الانتخابات البلديه احنا اللي دينا البلديه وخرج النتيجه خرجت في وزاره الداخليه بان البلديه تاع برج كيفان لحركه مجتمع سكان. بعد جاء قاضي من القضاة غيرها بالقلم غير بالقلم واعطاها لشخص واحد اخر طيب. معروف يعني وبعدين قال لهم دزوا معاه ولكن يعني. تستطيع ان تفعل شيء لان شوف عدم التزوير هو قبل كل شيء اراده سياسيه. لا يستطيع اي حزب حتى الاحزاب المجتمعين ان يغلبوا الدوله، لم يحدث في التاريخ ان في حزب غلب دوله، الدوله هي بارادتها بوطنيتها بعقلانيتها تعلم بان التزوير مضر للبلد، مدمر الاقتصاد فلا تزور، حينما تقرر الدوله التزوير او التلاعب حتى وعد ما كانش تزوير مباشر او التلاعب بالانتخابات او صناعه بيئه التي تجعل هي متحكمه في النتيجه لا يمكن مواجهه الامر. كل المؤشرات التي وقعت منذ اللجنه نتاع الوساطه يعني اذا تحب نتكلموا كيف وقعت يعني منذ لجنه الوساطه الى الان كلها تدل بان هناك اراده التحكم وهناك اراده السيطره مما يدل بانه لا توجد اراده سياسيه للديمقراطيه. هذا وجهه نظرك وانا نحترمها بطبيعه الحال ولكن يعني لا يوجد اختلاف حول وجود تزوير من قبل. طبعا الان لم تحدث الانتخابات حتى نحكم اذا كان هناك تزوير ام لا. هناك بعض المعطيات تشير هناك بعض الاجراءات او القوانين تشير الى انه صعب جدا القيام بالتزوير منها مثلا انا نقول لك مثلا تنظيم الانتخابات لا يتم عن طريق الاداره لا الحكومه ولا وزير الداخليه ولا رئيس البلديه ولا الجندارم ولا الكوميسير دو بوليس. هذا عكس ما كان من قبل. الان لم يتغير شيء. عفوا تغير لا تغير الوضع لم يتغير شيء. عفوا عفوا هو فقط وزاره الداخليه استبدل اسمها صارت تسمى الهيئه الوطنيه المستقله للانتخابات يعني لم يتغير شيء. طبعا هناك لم يتغير سلطه شيء. وكيف نحكم؟ عفوا الهيئه في الدول الديمقراطيه لما نتكلم شوف احنا لازم نعتمد على العلم ونعتمد على دراسه تجارب العالم في 40 دولة لما نتكلم على هيئة وطنية مستقلة تنظيم انتخابات تجلس السلطة مع المعارضة على طاولة واحدة ويتفقوا كيف تكون هذه الهيئة وكيف تكون تركيبتها هذا لم يحدث في الجزائر. أنا متفق معك هذا لم يحدث في الجزائر. هناك إرادة فوقية نزلت كل شيء من الفوق يعني بإرادتها وبعدين نحن نجد ناس كانوا مساندين العهده الخامسه باعداد كبيره جدا مش واحد ولا اثنين، ناس كانوا مساندين العهده الخامسه ومتورطين في التزوير راهم الان موجودين في الهيئه هذه. لحظه انا اتفهم موقفك يعني وما اريد ان اقول انه ما وقع الان هو نوع من الشرخ في الوضع السابق يعني هناك فتحت انا من وجهه نظري وطبعا انا هذا رايي فقط انه لا يمكن ترك الساحه فارغه ولكن الدخول الى الساحه والسعي مع المعارضه للتاثير في 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 مجريات الاحداث وبالتالي العمل على منع التزوير. لما يقع التزوير يجب ادانه هذا التزوير وفضحه وكشفه ومواجهته. اما ترك المكان شاغر وهذا اللي راح يخليني نطرح لك سؤال يعني عدم او انسحاب بعض الاسماء يعني وعدم ترشح خوفا او اعتقادا بان التزوير سيقع سمح لبعض المترشحين اللي كانوا في جزء من النظام السابق يترشحون وطبعا لانه العمليه مشات وبالتالي المشكله الان لا اقول في الانسحاب ولكن في تضييع فرصه تقديم مرشح عن بديل للسلطه من طرفكم انتم من طرف المعارضه مثلا. الموضوع لا يتعلق بترشح اشخاص او ترشح احزاب، مساله ليست شخصيه او حزبيه، قضيه وطن، قضيه بلاد. لا يمكن الاطمئنان على انتخابات مثل هذه على البلد. هذه الانتخابات لن تؤدي للاستقرار، هذه الانتخابات لن تؤدي للتنمية، هذه الانتخابات لن تؤدي إلى بناء مؤسسات قوية، هذه الانتخابات لن تؤدي إلى رقابة على الشأن العام، هذه الانتخابات لن تؤدي إلى منع الفساد. يعني نحن في زمن الحراك
لو لم نكن في زمن الحراك كان قال يمكن احنا رانا في مقاومة سياسية ونفعل ما نشاء، يعني سواء بالمقاطعة أو سواء بالمشاركة في الانتخابات. يعني نحن في زمن الحراك، الجزائريين خرجوا 20 مليون جزائريين جزائري يطالبون بذهاب رموز النظام، يطالبون بديمقراطية حقيقية، ثم تم التحايل على هذا الحراك. أنت يعني حتى نرجعوا للحراك ونكملوا، أنت مع فكرة رحيلهم كاع، يعني كل مسؤول في الدولة يروح؟ يا شوف الحراك لم يطلب هذا، كل رموز الحراك شوف الحراك كان مطلبه منطقيا خاصة في البدايات، كان يطالب بذهاب رموز النظام، وكان محددين الباءات الأربع، يعني معناها اسم هذا تاريخ مكتوب، هذه الباءات الأربع ستبقى مسجلة في الوثائق العلمية في العلوم السياسية لمدى الحياة. يعني الناس كانوا طالبين ربعة برك، يعني شوف الناس كانوا طالبين أربعة فقط لو تم الاستجابة. شوف لو تم الاستجابة إلى رحيل هذه الباءات يا سيدي، على الأقل لو كان تم رحيل رئيس الحكومة على الأقل، يعني حتى تعطى يعني بادرة حسن النية، لأن هناك احترام للأحزاب، هناك احترام للمواطنين. هو يعني الطريقة التي استعملت طريقة الإهانة، شوف طريقة الإرغام، طريقة ما أريكم إلا ما أرى، أنا أملك القوة أفعل ما أريد، أنا أملك القوة لا أسمع لك، وأنت عليك إما أن تتبع وإما أن تخرج على الهامش. طيب يتفضلوا، الأمر راهو بيدهم، يعني يتفضلوا. سعد الرزاق، أنت راك رئيس حزب، يعني وبدون ما ندخلوا في تفاصيل أنت أطراف أخرى، أنت راك تطمح باش تكون رئيس دولة، يعني أترى، وأنا أحترم كل الآراء يعني حتى بما فيها الحراك، لما تطلب رحيل، أنا معك في ضرورة ذهاب الوزير الأول، يعني كان على الأقل بادرة حسنية، أنا متفق معك، ولكن المطالبة بذهاب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس الدولة، هذا يعني إخلاء المؤسسات من رؤوسها، هذا يعني الفراغ. رئيس الشعب الوطني غيروه بالطريقة التالية. نعم، ولكن كرئيس دولة، ولكن كرئيس دولة توافق. يا سي عبد الرزاق، أنت في أزمة، وعدم وجود رئيس دولة مشكل خطير جدا من جانب الدستوري، من الجانب السياسي. مسألة حوار. شوف في عين بنيان. كانت فرصة وطن، كانت فرصة تاريخ، أنا متفق، كانت فرصة أمة، اجتمعت الأغلبية الساحقة من القوى السياسية بمختلف تياراتها، وعرض وجهة نظر، وكان هناك استعداد للنقاش، قال طيب يلا نريحوا على الطاولة. كنتم مستعدين مثلا التجاوز عن مطالبة برحيل رئيس الدولة؟ كان بصراحة كان يعني. أغلب مكونات عين بنيان كانت عندها استعداد أن تتنازل على موضوع بن صالح، ولكن قال لك نجوع الطاولة. صحيح، نجوع الطاولة بعد يودي لما نتفق، قال طيب يا أخي احنا معليش حتى نحافظ على بعض الجوانب يعني المتعلقة بالاستقرار، بالبروتوكول الأخرين، قال يمكن يعني نتنازل على قضية بن صالح ولكن يذهب بدو يعني، ولكن يجي على الطاولة. صح. ولذلك ظهر في آخر المطاف بأن الذين تمسكوا بعدم ذهاب بن صالح كان عندهم الحق، لأن استعجال بعض مكونات عين بنيان، استعجالهم للتنازل على بن صالح خلى حتى رئيس الوزراء ما يروحش للأسف الشديد. يعني لازم نقول دائما انه بالنسبه لي انا شخصيا، يعني ارضيه عين بنيان كانت ارضيه جيده. صح. يمكن طرحها للحوار لايجاد حل جدي، يعني انا متفق يعني معك، ولكن طيب سناتي يعني. سناتي الى عين بنيان والى البلد الاخر، بحل اخر فوقي سناتي الى ذلك. قل لي الان، يعني ما رايك بصراحه في المترشحين الحالية؟ لأنه انسحاب بعض رموز المعارضة اللي ممكن كانوا يأثروا في المشهد السياسي في الانتخابات، خلى خمس مترشحين كانوا جزء من النظام، طبعا هذا قدرهم، يعني قدرهم وحقهم يترشحوا، ولكن جزء كبير من الرأي العام غاضب لأنه كانوا جزء من النظام، ولكن المعضلة أنه البعض من المعارضة لم يترشح، هذا أمر واقع. الآن أنت ما رأيك في هؤلاء المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية؟ مثل ما قلت أنت، هذا جزء من النظام. نعم، ربما الوحيد اللي دار باساج يعني تاع معارضة يعني هو سي علي بن فليس، يعني مع أنه كان كذلك يعني في جزء من النظام، يعني وهو ترشح يعني وكان مع المعارضة وكان في عين بنيان، يعني ترشح بإرادته هو دون تنسيق مع المعارضة، وخلى الانطباع على نفسه عند البعض، يعني عند البعض، يعني نحترم الجميع، يعني عند البعض بأن بالنسبة لي هذه قضية شخصية بغض النظر على نيته، أنا لا أدخل في نيته، ولكن خلى الانطباع
باللي يعني اعطى الاولويه لرؤيته. كان المفروض مادام احنا كنا في المعارضه نتشاور مع بعض، يعني هو الوحيد اللي دار باساج حقيقي في المعارضه مع تحفظنا على موقفه على كل حال. ما الباقي كلهم يعني كانوا جزء من السلطه، كانوا جزء من السلطه واصدقاء من السلطه ويعني علاقاتهم بالسلطه، وكانوا يفتخرون يعني بعلاقاتهم بالسلطه. بعض منهم كان يتآمر علينا ضدنا نحن مع السلطة. كان بعض من المترشحين كان منهم من يتآمر مع التوفيق نفسه. من لا أذكر الأسماء، يعني من كان يتآمر مع التوفيق ضدنا نحن ويضغط علينا ضدك شخصيا كرئيس حمص يعني، وكمرشح لرئاسة حمص يعني ضمن منطق سلطة. وأنا بالنسبة إليهم في وزارة بوتفليقة العديد من هؤلاء يعني أمثل يعني حالة راديكالية، وأنا راح ندي الحركة للحيط يعني معناه لما كنت نقاوم مقاومة قوية وواضحة للجميع لسياسات بوتفليقة ولرموز بوتفليقة سنة للأسف الشديد يعني كان فلا يمكن أن نخدع نحن بأن احنا ماشيين إلى انتخابات ونفيه بدائل. عفوا سنتي سعد الرزاق، يعني واحد من المترشحين الخمسة كان يوشي بك أو يتآمر عليك مع الفريق توفيق؟ العديد من هؤلاء ومن غيرهم. لا المترشحين الآن يعني كان العديد ماشي مع منطق السلطة. معليش من المترشحين الحاليين لا ندخل في التفاصيل، قلنا من هو يعني من حق رأي العام يعرف يعني. وأنا من حقي ألا أجيب. حقك طبعا أنا أطرح أسئلة ولكن من حقي ألا أجيب. طيب لا ترشح، واضح أنك لن تدائم واحدا من المترشحين الخمسة في الانتخابات. موقفكم أنتم يعني ستتركون مناضليكم يعني أحرار في اتخاذ الموقف من المترشحين الخمسة؟ سنتخذ الموقف المناسب يعني في الأيام الأخيرة يعني قبل الانتخابات فيما يتعلق بالموقف التفصيلي في موضوع الانتخابات. ولكن أؤكد لك نحن لن ندعم أي مرشح. طيب أي مرشح من المرشحين الخمس لن ندعو أي مرشحين، لن ندعو ما ولن نسند ولن نصوت على أي من هؤلاء. ليش؟ لماذا؟ نعم. لأن احنا مشروعنا هو التوافق الوطني. نعم. احنا لو كان جات فرصة التوافق الوطني نتنازل عن ترشح الحركة ونتنازل على كثير من طموحات الحركة لصالح التوافق الوطني. احنا ألزمنا أنفسنا في المؤتمر السابق وفي الشورى ألزمنا أنفسنا بالتوافق. ما دام ما كانش توافق يعني نحن لا ندعم أي شخص. ولكن سنأتي إلى التوافق، ولكن أحد المترشحين اللي هو السيد عبد القادر بن قرينة كان زميلك في حمص، كان رفيقك في حمص، لديه نفس الأفكار. عفوا نعم كان أنا قلت حمص. كان لما أنت كنت في حمص هو أيضا كان في حمص، وكان عندكم نفس الأفكار نفس المرجعية نفس الطموح إقامة المشروع الإسلامي. يعني لماذا، ما هو السبب اللي يخليك ما تدعموش الآن في هذا الظروف؟ شوف الفرز الآن في العالم العربي ليس مبني الفرز في الاختيار، يعني الفرز في الاختيار السياسي في الموقف السياسي، نتكلم على أشياء أخرى. الفرز في الموقف السياسي لا يتعلق في العالم العربي بالفرز الأيديولوجي. اليوم أنت راك مع الحرية والديمقراطية ولا لا؟ اليوم البلد الأمة الإسلام مصير الجزائر مصير العالم العربي مرتبط بالحرية والديمقراطية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه القاعدة الأصولية. اليوم اللي يكافح من أجل الحريات بصدق كافح من أجل حريته بصدق، وكافح من أجل الديمقراطية بصدق، ولا يسند الفساد، ولا يقف مع الظالمين، ولا يقف مع تقليص الحريات، هذا هو احنا صديقنا. لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما فيش مجال لتحقيق تنمية البلاد، ما فيش مجال للحفظ المحافظة على كرامة الناس، ما فيش مجال حتى على المحافظة حتى على أفكارنا ومبادئنا التي تتعلق بالأمة الإسلامية وتتعلق بالحضارة الإسلامية إلا من خلال الحرية والديمقراطية. مطلب الحرية والديمقراطية لا تتوفر في سيد بن قرينة؟ أنا قلت بأن المرشحين الخمس ككل يعني هم كانوا جزء من النظام. نعم. وكانوا يدافعون عن النظام، وبعض منهم يعني كان يعتبرون نحن اللي كنا معارضين النظام كانوا يعتبرون خطر. هذه الحقيقة يعني. أنا أسأل عن بن قرينة بالذات. وأنا يعني. لا لماذا تريد أن تحشرني في زاوية بن قرينة؟ لأنه يعني إسلامي مثلك يعني. كان رفيقك في حركة حمص. الفرز اليوم على الحرية الديمقراطية. أنا صاحبي اليوم اللي يعمل على تحرير البلد من السيطرة ومن الهيمنة ومن سيطرة الفساد، هذا هو صاحبي أنا. اللي يعمل من أجل إرجاع الكلمة للشعب والسيادة للشعب وإرادة الشعب، أنا هذا هو صاحبي. حتى لو كان ألماني مثلا، لو مرشح ألماني توفر في شروط تمشي معاه؟
أنا إذا كان العلماني يدافع على الديمقراطية حقيقة أنا معه فيها، مش الديمقراطية، أما في موضوع البرامج هو عنده برامج وأنا عندي برنامج، لا يمكن أن ألتقي معه، لا يمكن أن ألتقي مع حزب لا يشاركني في برنامجي، مستحيل يعني. ولكن الفرز الأساسي اليوم، الفرز هو الحرية الديمقراطية، يعني معنى حتى واحد عنده نفس الأفكار مثلي ولكنه ليس مناضلا من أجل الحريات ولا آمنوا في العلاقة به على الديمقراطية وعلى الحريات، فهذا بالطبع لا يمكن أن يكون معه. متى تتخذون الموقف من التفصيلات يعني في الانتخابات الرئاسية؟ سنناقش موضوع في المكتب التنفيذي الوطني قريبا مبرمج بكل تأكيد، يعني قبل الانتخابات، قبل الحملة الانتخابية، يا إما قبل الحملة الانتخابية إما بعد. طيب سي عبد الرزاق، يعني بعد الحراك وفي إطار عين البنيان، يعني أرضية كانت قوية في عين البنيان، ومعروف أنك أنت طرحت، كنت تقول أنه أنا ما نترشحش ومستعد نزكي ومرشح توافقي. بصراحة يعني قلنا، هل كان لديك اسم معين تريد تقديمه للجزائريين؟ لا، لم يكن عندي اسم معين، ولكن عندي قائمة اللي ممكن يتفق من مثلا كثير، يعني في عدد، عطنا بعض الأسماء يعني لأنه نعم بلد زاخرة بالرجال، يعني ما أنا أكيد أكيد، ولكن إيه؟ أكيد، ولكن أعطينا بعض الأسماء حتى نعرفوا يعني التوجه. أنا لا أريد أن أحرج الناس، يعني أنا لكي أذكر أسماء يجب أن أستشيرهم، يعني لأن يمكن نذكر الناس يعني، ولكن في بكل تأكيد إحنا عندنا في ذهننا عدد من الشخصيات اللي يمكن نطرحهم في النقاش إذا كان توافق. إذا كان توافق نبدأ نذكر الأسماء، لأن إحنا كنا رافضين مثلا أن ندخل في النقاش، يعني لما بعض الناس اقترحوا مثلا زروال، يعني إحنا رفضنا ندخل في الموضوع هذا، دخلنا قلنا نحن ليس الوقت الآن. من اقترح زروال؟ العديد من اللي اقترحوا زروال داخل عندكم في عين البنيان. من؟ قلنا من يعني؟ العديد من الناس اللي كانوا في عين البنيان. إحنا ما نعرفوش، قلنا عدد كبير كان يعني اقترحوا زروال. من مثلا؟ لأن هذا الموضوع احنا كنا رافضينه، يعني كنا رافضينه، إحنا قلنا لا ندخل في الأسماء، وبالعكس إحنا تحفظنا من بعض اللقاءات ومن بعض المحاور لهذا السبب، من بين الأسباب اللي خلتنا نتحفظ على العمل في بعض التنسيقيات نتاع المعارضة ومثل هذه الأمور. يعني احنا قلنا لا، نحن لا ندخل، لا ندخل في موضوع الحديث عن الأشخاص. لما يأتي وقت الحوار ووقت التفاوض ووقت التوافق، عندئذ سنتحدث عن الأشخاص. لماذا أنت مثلا ضد زروال؟ يعني مش ضد زروال، لست ضد زروال، ولكن قلت لا ندخل في الحديث عن الأشخاص. وبعدين احنا كانت عندنا معايير ثلاثة، المعيار الأول أن يكون مقبولا من الحرك، المعيار الثاني أن لا يكون متورطا في الفساد، وإحنا زدنا شرط أن لا يكون متورطا في التزوير الانتخابي، لأن احنا ضحايا التزوير الانتخابي. زروال متهم بتزوير الانتخابات؟ كان رئيس جمهورية، كان رئيس دولة وكان رئيس جمهورية لما أسس الأراندي وزور الانتخابات، زورت كلها لصالح الأراندي يعني، وكان هو الرجل الأول في الدولة. طيب البعض يقول أنكم اقترحتم بعض الأسماء، تحدثتم على بعض الأسماء. نذكر لك، قل أنت هل كان في القائمة نتاعكم، معليش أنا أطرح لك سؤال بشكل آخر، هل في القائمة نتاعكم كان هناك سيد مولود حمروش مثلا والسيد عبد العزيز الرحابي؟ أنا لا أريد أن أدخل في الحديث على شخص احتراما لهم، يعني بأي حق أنا أذكر شخص في حصة تذاع أمام الناس كلهم وأنا لم أستشيرهم؟ ليس من لياقة، هذو أصدقائي، هذو علاقة، لا يوجد إساءة إلى أحد، يعني هذه علاقة بيننا وبين علاقة صداقة وعلاقة ثقة، هذه يعني ليست إساءة، هذا أعطاء معلومات للرأي العام. أنا أقول لك أنا ما أذكرش اسمي، أنا لا أريد في هذه الظروف أن يذكر اسمي، يعني كاين اللي عنده هذا التصور هذا يعني، ولكن نحن عندنا في ذهننا يعني قائمة أشخاص مؤهل ليكون رئيس دولة، مؤهل ليكون رئيس حكومة، مؤهل ليكون يعني شخص توافقي لرئاسة الانتخابات وتقديمه للشعب الانتخابات الرئاسية. طيب نسأل لك سؤال بشكل آخر، اسمح لي على الإلحاح، يعني لو ترشح مولود حمروش للرئاسيات وسيد رحابي للرئاسيات، تمشي معه أنت عبد الرزاق مقري؟ نحن نمشي مع التوافق، مش قضية أشخاص، يعني فكرة توافق هلامية، مش فكرة هلامية يعني، واضح يعني شخصية يجسد ثلاث مبادئ أنت وحكم. التوافق هذا رأوا فيه ورقة قدمناها كاملة مبنية على أربع أسس، الأساس الاقتصادي والأساس الاجتماعي والأساس السياسي والقضايا طيب الإقليمية الدولية. سؤال أراه مهما من وجهة نظرية، هو في أرضية عين البنيان في تجمع المعارضة لما طرحتم فكرة التوافق لم تتجسد هذه الفكرة، فشلت هذه الفكرة، النظام السياسي هو نعم اللي كسر. نعم قلنا الآن لماذا فشلت، يعني أنتم طرحتوا داخل أحزاب المعارضة في لقاءات في المجموعة عين البنيان، والبعض
رفضها يعني فكرة التوافق. حكينا تفاصيل يعني وكيفاش السلطة هي فشلت فكرة نتاعكم داخل أحزاب المعارضة. شوف النظام السياسي أولا كان يقول بأن الأحزاب ليست لها مشروع ولم تستطع أن تتفق على رؤية. طيب احنا الاستجابة تاعنا كانت سريعة لأن كل واحد منا كانت عنده رؤية وبعض وكان هناك محور تاع معارضه يشتغل معانا يعني، ولكن نحن اردنا ان نستجيب للسلطه لان احنا يجب ان نستمع للسلطه، يعني اردنا ان نستجيب للسلطه الحاكمه بان نجتمع جميعا لو نقدم ورقه، فاحنا ظنينا روحنا نديروا في حاجه مليحه يعني، اجمعنا المعارضه كلها وحتى التيار الديمقراطي كان موجود عن طريق المجتمع المدني، يعني الاحزاب اللي تدور في فلكه المهمه كلها كانت موجوده. لكن الاحزاب البديل الديمقراطي قاطعته، عندي سؤال حول الاحزاب البديل الديمقراطي. قاطعته ومشى لهم سير رحابي كثر خيره وحكى معاهم وما كانوش ضد المشروع، ما كانوش ضد المشروع يعني. ما رايك سير رحابي؟ لا قولوا لي الوقت انتهى. لانك انت جاوبتني نعطيك مهم جدا. شوف سالتي سؤال مهم، احنا اجتمعنا وقدمنا وثيقه، قدمنا ورقه وظننا بان ونحن من حلينا مشكل هذا المجلس التاسيسي، عين بنين حلت مشكل التاسيسي، ما كانش مجلس تاسيسي. ضد مجلس تاسيسي. ما حلت مشكل، يعني معناها كل ما كان يقال خاصه عند الناس اللي يعتمدوا على العاطفه وعلى الاوهام وكذا، المفروض يتذكروا بان عين بنيان هو الذي انهى فكره المجلس التاسيسي، وهو الذي غير مصطلحات حتى قضيه المرحله الانتقاليه، قلنا يجب ان نذهب للانتخابات الرئاسيه في اقرب وقت ممكن. صح. شكرا. يعني وفرنا كل الشروط التي تحقق التوافق، ولكن نظام سياسي طيب. يعني ضرب هذه المبادره وبعدين نزلنا لجنه الوساطه يعني مسلمه هكذا يعني نرجعوا بسياسه الامر الواقع للاسف يعني. طيب هؤلاء ساعطيك هذه ستبقى في التاريخ. شوف ستبقى في التاريخ الذين لم يستجيبوا لعين بنيان سيسجلهم التاريخ. طيب لانهم ضيعوا فرصه على الجزائر. طيب للاسف لانه الوقت انتهى، ولكن نروحوا فاصل ولما نرجعوا الفاصل نكملوا في عين البنيان والبديل الديمقراطي ولماذا فشلت فكره التوافق. موافق سي عبد الرزاق؟ مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل هذا الحوار. أهلا بكم مشاهدي الكرام في الجزء الثاني من برنامج لقاء خاص الذي أستضيف فيه السيد عبد الرزاق مقري. أهلا سي عبد الرزاق. أهلا وسهلا بك، مرحبا. كنا نتحدث قبل الفاصل في قضية فشل فكرة مرشح التوافق. الفكرة أنت طرحتها على شركائك في المعارضة، في معارضة أو ما يسمى بمجموعة عين البنيان، أو يعني كيف فشلت وأنت تقول أنه السلطة هي التي أفشلتها، في حين أنه الأمر يخص مجموعة من الشخصيات والأحزاب في إطار معارضة عين البنيان. هو مشروع عين بنيان مشروع جماعي يعني مشترك. نعم. يعني التفكير فيه مشترك والتصميم مشترك والتنفيذ مشترك يعني كلية، ولكن هو كان فرصة، كانت يد ممدودة للنظام السياسي ووفق رؤية توافقية اتفقت عليها الطبقة السياسية والمجتمع المدني، يعني شريحة واسعة جدا من المجتمع المدني، كان يخص فقط أن السلطة تقبل هذه اليد الممدودة وننتقل إلى وضع إلى انتخابات رئاسية في بيئة مرضية للجميع، في بيئة مشجعة، ضمانات أكثر لنزاهة الانتخابات، ونمشي إلى ما بعد الانتخابات إلى توافق يحفظ البلاد ويعطي الظروف المناسبة للتنمية يعني يحفظنا من هذا الاحتقان الذي نحن فيه، من هذه المشاكل يعني المؤذية التي نحن فيها. يعني للأسف ضاعت الفرصة يعني، والذي يتحمل المسؤولية هي السلطة. طيب. مش المعارضة، المعارضة أدت الذي عليها، وهذا سيبقى مسجل في التاريخ، سيسجل في التاريخ من الذي ضيع فرصة عين بنيان. طيب داخل مجموعة عين بنيان من كان ضد فكرة الترشح تقديم مرشح توافقي؟ لم يكن أي أحد. سيد علي بن فريس كان معه مرشح توافقي؟ لكن كان المطروح الموضوع مطروح النقاش. ماذا كان موقف يعني بعض الشخصيات والأحزاب؟ يعني ما دخلناش للتفاصيل، خلاش التفاصيل تاع المرشح التوافقي. نحن كنا نريد أن تتوافق المعارضة مع السلطة على رؤية عامة، بعدين ندخلوا في التفاصيل. لكن المرشح التوافقي هذا تاع المعارضة مش تاع السلطة، أنتم داخل المعارضة، من كان معه ومن كان ضد يعني؟ اللي كان طارح مشروع التوافق بالتفاصيل هو حركة مجتمع. صحيح. أنت شخصيا حركة مجتمع السنة. هذا مشروع تاع مؤتمر
عنوان المؤتمر هو التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي، ومشروع تعمل مجلس الشورى الوطني للمصادقة عليه بالإجماع في عدة مجالس شورية يعني، والمكتب التنفيذي الوطني جسد هذا من خلال حركية كبيرة جدا يعني. احنا طرحنا موضوع التوافق بالتفاصيل، أما في عين بنيان فكان رؤية عامة للتوافق بين المعارضة وبين السلطة ثم الانتقال إلى انتخابات في بيئة تحقق النتائج المرجوة بالانتخابات. يعني ما كانش معارضين داخل التوافق على مرشح توافق على داخل يعني معارضة عين البنيان على مرشح توافق. لم ندخل في التفاصيل للحديث على الموضوع. في لقاءات عين البنيان يعني كنتم ضد فكرة المجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية، لماذا بصراحة؟ شوف، المجلس التأسيسي رفضه منطقي جدا. المجلس التأسيسي من يعين من؟ من يعين من؟ شكون هذا الجهة اللي تعين أفراد في المجلس التأسيسي؟ كيف؟ مستحيل. المجلس التأسيسي يأتي في لما تكون كاينة ثورة عندها قادة، وهؤلاء القادة ينجحوا يعني في التحكم في الوضع، هم يقترحوا أسماء للمجلس التأسيسي. هذا لم يحدث في الجزائر، حراك كبير جدا ولكن لم تكن له قيادة متحكمة ومقبولة من الجميع يعني. هذا حراك كبير جدا يدعو إلى التغيير. ما تقدرش تدير مجلس تأسيسي من الناحية العملية، مش ممكن. وأنا التقيت مع الكثير ممن يدعو المجلس التأسيسي يعني، وجاو زاروني في المقر وأقنعتهم في الحقيقة. ما كانش عندهم قدرة على الرد، ولذلك الكثير من مثلا الكثير من مثلا المجتمع المدني مثلا يعني مكونات المجتمع، مش الأحزاب، مكونات المجتمع المدني التي كانت تعرض موضوع المجلس التأسيسي بقوة، وبدلي بأنني أقنعتهم، ولذلك الكثير ممن كان يطالب بالمجلس التأسيسي تنازل عنه. المرحلة الانتقالية قلنا نحن نذهب إلى انتخابات رئاسية في أجال مقبولة متفق عليها، وكنا نقول في ذلك الوقت كلها من الأحسن تكون قبل نهاية السنة يعني. هذا هو خرجنا من الجدل، لأن عبارة مرحلة انتقالية صارت عبارة تاع استقطاب، وإلا في الأصل ما كانش ما يمنع كلمة مرحلة انتقال. احنا رانا في مرحلة انتقال. انت لما تؤجل انتخابات عن أجلها الحقيقي وتذهب إليها بعد 9 أشهر، أنت دخلت في مرحلة انتقالية. لا، ولكن طرح يعني باش نكونوا موضوعيين سي عبد الرزاق، بعض الأحزاب كانت تقول ذهاب رموز السلطة وتنظيم مرحلة انتقالية فيها سنتين أو ثلاثة يتم تغيير الدستور، يتم تغيير القوانين. عين بنيان لم يكن يقول. عين بنيان، نحكيه على أطراف أخرى التي دعت إلى مرحلة انتقالية يعني. أنا أتحدث على عين بنيان. عين بنيان كانوا ضد المرحلة الانتقالية. عين بنيان لا، يعني كلمة مرحلة انتقالية هذه كلمة تم شيطانتها بلا معنى، ما عندهاش معنى. نعم. كي تقول تسع أشهر وروحوا الانتخابات قبل ديسمبر، أنت في مرحلة انتقالية. ما دام الكلمة مؤذية قلنا ما نقولوهاش، ما نتكلموش على هذا الأمر هذا يعني. ولكن الجوهر هو المجلس التأسيسي. المجلس التأسيسي هذا الجميع رفضوا لسبب منطقي، من يعين من؟ وطرح الأفافاس وطرح الحزب العماني هذا معروفين من بكري قبل. طيب. الحركة يطرحون. هذا هو الخلاف بينكم وبين أحزاب البديل الديمقراطي؟ أنتم لا أظن ما هو السبب؟ أسباب إيديولوجية، وعلى كل حال هم اللي اختاروا يبتعدوا، مش احنا. أنا أقول لك يعني بعد الحراك بجمعتين يعني مشيت لواحد من الأحزاب المعروفة من التيار هذا. نعم. والأرسيدي السي محسن بن عباس، ودعوته لأن نلتقي لنكرر تنسيقية حرية الانتقال الديمقراطي، مادام رأي فرصة الآن وميزان القوة تغير يعني لصالح الإصلاح والتغيير. فهم رفضوا وقالوا نحن مع القطيعة. كيف القطيعة يعني؟ ولو أنا أصلا ما كنتش فاهم وش معنى القطيعة هذه يعني. قال لك احنا مع القطيعة، ولكن أعطوا إشارة بأن عندهم مشروعهم الخاص يعني. يا اخي معليش، انتم احرار بالسماء بالعافيه، احنا كنا جزائريين وكل واحد عنده وجهه نظر تاعو، فصرنا ننسق مع تيار اوسع واكبر بكثير الذي يسمى بين قوسين التيار الوطني الاسلامي يعني، اللي في كل الاحزاب يعني التي تنتمي لهذا التوجه، وكذلك المجتمع المدني. وفي عين بنيان حضرت يعني ركائز المجتمع المدني التي تنتمي للتيار الديمقراطي يعني. مع عين بنيان كانت قصه نجاح كبيره جدا، وحتى احزاب التيار الديمقراطي لم تكن ضد عين بنيان، يعني لم تعلم بأنها ضد عين بنيان. فلذلك أنا أقول لك بأن عين بنيان للأسف الشديد كان فرصة للذهاب لانتخابات رئاسية في جو أفضل مما نحن. لكن حزب أنا استضفت سيد رحابي الأسبوع الماضي، وقال أنه راح وجه دعوة لأحزاب البديل الديمقراطي ولكن ما جاوهش. يعني كانوا ضد الطرح نتاع عين بنيان. ما كانش منخرطين، لا أستطيع أن أقول ضد لأنهم لم يصرحوا بذلك،
لم يصرحوا بأنهم ضد عين بنيان، ولكن لم ينخرطوا في مسار عين بنيان. طيب سعد الرزاق، يعني هذا بعد الحراك، نعود معك شوية قبل الحراك، يعني اقترحتم أنتم أيضا قبل الحراك بعدة شهور فكرة مرشح توافقي، واقترحتم فكرة التأجيل، وناقشتم فكرة التمديد للرئيس السابق السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتواصلت أنت مع الرئاسة مع الأحزاب إلى آخره. هل يمكن تعطينا الآن يعني ولو باختصار بعض التفاصيل حول هذه القصة، وكيف بدأت التواصل مع الرئاسة؟ هو تشوف الآن يعني كثير من الناس صاروا الآن يقولوا لي بكل صراحة، مما كانوا يرفضون فكرة التوافق وتأجيل الانتخابات من أجل التوافق وضمان نزاهة الانتخابات، الكثير منهم ولوا الآن يقول يا ريت سمعنا لك. من؟ في المعارضة؟ أسمعهم في المعارضة وفي السلطة. نعم في المعارضة، نعم. المعارضة يا ريت سمعنا لك، لو كان سمعنا لك وكان رانا عدلنا الدستور، ولو كان رانا رحنا انتخابات حره ونزيهه وبنينا عداله مستقله ومؤسسات شكون مستقله، يعني باش نعرفوا يعني باش نحلوا ما وقفهم يعني. دوك تعرف احنا لازم نحترموا بعضنا البعض، ما نقدرش انا نتكلم على الناس هكذا بلا ما نستاذنهم يعني، ولكن الكثير منهم الان يقول لك يا ريت يا ريت قبلنا فكره التوافق وعدلنا الدستور برحمه ربي بلا صراع بلا مشاكل، ويا ريت رحنا انتخابات يعني وكنا كانت هيئه وطنيه مستقله تنظم انتخابات بالتوافق مش بالامر الواقع. كيفاش الان الناس بزاف يقولوا هذا الامر، وكان الان لم يدعو للتاجيل، كان الان راه يدعي للتاجيل. نعم منهم الشيخ جاب الله عبد الله كان اللي يدعي للتاجيل الانتخابات يعني. نعم هل جاب الله عبد الله، وسناتي الى ذلك، يعني تعطينا باختصار فكره التاجيل او التمديد. لا شوف هي مساله بسيطه، احنا دعينا الى التوافق الوطني، والتوافق الوطني بنينا على اسس اولها الاساس الاقتصادي، بان البلاد بعد انتخابات الرئاسيه ماشيه الى وضع اقتصادي خطير. يا سيدي الكريم، انت تعلم بان في 2022 راح يبقى صفر دولار في احتياطي الصرف، رانا كل عام نخرجوا 25 مليار 30 مليار دولار لاننا ما عندناش مداخيل، راهم معتمدين على طباعه النقود وراح تدير كارثه في الانفلاسيون كما يعلم الجميع. فقلنا لهم احنا يعني انتم ماشيين الى كارثه، والبلاد محتاجه الى تطوير، البلاد عندها امكانيه تخرج البترول والغاز باه تدير قصه نجاح كبيره في التنميه، ولكن احنا محتاجين حكم راشد، محتاجين الوقت، محتاجين الاستقرار، ومحتاجين تمويل الاقتصاد. هادو في ربعه يجيبهم التوافق. التوافق هو اللي يضمن الحكم الراشد، الناس كيعودوا مع بعض، هذا يعس، هذا واحد ما يقدر يسرق يعني. ولكن سياسيين اعطينا مسار سياسي. بمعنى احنا بنيناه على مصلحه البلاد، ارواحهم توافقوا كما دارت 40 دوله في الانتقال الديمقراطي يعني باشكال متعدده، ولكن كان هناك يعني ديكول كما نقولوا يعني حالات نموذجيه في 7-8 يعني دول كبيره في هذا الموضوع. وكذلك ان هذا النظام السياسي لو كان ما يمشيش التوافق بعد الانتخابات راح يواجه مصاعب كبيره، مش راح قادر يواجه يعني توترات اجتماعيه كبيره. ولكن كيفاش توافق يعني؟ التأجيل يعني كيفاش يتم؟ بالتوافق ان نجلسوا في طاوله واحده. نعم. نتوافقوا على النظام السابق. النظام السابق نعم. قال انتم فشلتوا، وهذا نعم. اللي قلنا لهم فشلتوا في تحقيق التنميه، فقاعه فساد كبيره يعني انشاتموها يعني، مدين البلاد الهاويه يعني، الان اذا تحبوا في اخر لحظه تقبلوا الانتقال كما قابل كثير من الفاسدين والمجرمين في الدول. بينوشي هذا كان مجرم، كان قتال وسفاك دماء وفاسد يعني، ولكن في آخر المطاف استطاع أن يتفق هو والمعارضة على انتقال ديمقراطي، نفسي بالنسبه لفرانكو، بالنسبه للبرتغال، بالنسبه للكثير من الدول في امريكا اللاتينيه في اوروبا الشرقيه الى اخره. يعني معناه الناس اللي كانوا ضد بعضهم، الناس اللي كانوا في حرب سالت الدماء بيناتهم في دول اخرى يعني، يتلاقوا مع بعض لمصلحه بلادهم مش مصلحتهم الشخصيه، مصلحه بلادهم. يروحوا توافقوا نجلسوا، اذا الموضوع تاع مشكل الجزائر هو الانتخابات الرئاسيه، يا سيدي ارواحهم تفاهموا على رئيس جمهوري، ارواحهم تفاهموا، احنا مانيش معنيين، اقترحوا واحد ما يكونش فاسد، ما يكونش متورط في التزوير، اسيدي ومن بعد نروحوا بعده هو بعد انتخابات الرئاسيه اللي الشعب هو اللي اختار، نروحوا الانتخابات الشرعيه ومحليه ما تكونش مزوره، ونتعاهد مهما كانت نتيجه الانتخابات الشرعيه نواصل في دعم هذا الرئيس لمده 5 سنوات حتى يقلع الاقتصاد. يا ناس احنا الدول اللي مرتبطه بالاقتصاد وبالتنميه، الدول التي تفشل في التنميه ستسقط، هذه ما فيها حتى كلام. الناس قاعدين فقط في السهر على السلطه وعقولهم ما تستوعبش باللي الدوله هذه عندها واجب تجاه شعبها للتنميه
اللي حتى المواطن يلقى الخدمه كي يحب يخدم، عايش حياه طيبه، كي يحب يسكن ما يضطرش للمأساة اللي راه فيها. الخدمات الصحيه كيفاه، الخدمات التعليميه طيب. كيفاه يعني طيب. دخلنا في النقاش، القصه على كل حال هذه مكتوبه الان في بالتفصيل في الكتاب اللي راه موجود في معرض الكتاب الدولي اللي هي مبادره حل الازمات. في اخر مطاف وصلنا يعني كانت هناك صراعات بين ثلاث اجنحه داخل النظام السياسي. كان ما بلا ما ندخل في التفاصيل، على بالي بلا ما ندخل في التفاصيل. كاين اللي مدعم العهده الخامسه، وكاين اللي حوس على شخص واحد اخر يعني، ولكن بالاتفاق مع بوتفليقه، وكاين اللي حوس على التمديد. قلنا لهم في هذ الثلاثه هذو ما يمشيوش يعني، ولكن نروحوا للتوافق. اذا تحتاجوا وقت با تتوافقوا بيناتكم داخل السلطه، وبان توافقوا معاكم نحن كسلطه ومعارضه، اذا نحتاجوا وقت بان اجروا الانتخابات الى ست اشهر او سنه، يلا ناجلوا الانتخابات، بصح بشرط ان رئيس الحكومه يكون توافقي، ان نروحوا لتعديل الدستور، نروحوا الى هيئه وطنيه مستقله تنخذ بالتوافق مش بالامر الواقع يعني. وبعد نروحوا الى انتخابات، اذا مستعدين للتوافق نتفاهموا على رئيس نرشحوه للشعب، اذا ما كنش مستعدين للاتفاق على شخص نروحوا لانتخابات حره ونزيهه، نختار رئيس جمهوريه. اذا طلع لنا رئيس جمهوريه وطني وعاقل وعنده علم يعني، راح يشعر هو بنفسه باللي يحتاج للتوافق والبلاد تحتاج التوافق. طيب. للاسف الفرصه ضاعت يعني، والناس راهم يبكيو عليها الان. طيب. الناس راهم الان يبكيو عليها. راح نجي. الناس يبكيو عليها. واش كان موقفه؟ كنت تتحدث تقترح على سعيد بوتفليقه في اتصالك مع سعيد بوتفليقه؟ اكيد هو علاش كنا نهضروا. طيب. كيفاش بدات قصه لقاءاتك بسعيد بوتفليقه؟ احنا لان احنا يعني اتصلنا بالجميع في التوافق الوطني. نعم. من اوت 2018 اتصلنا بالجميع، درنا جولة أولى، ثم كتبنا النص بعد ما سمعنا آراء الجميع، وزعناها على كل الأحزاب تاع السلطة تاع المعارضة لكل مؤسسات الدولة يعني. بعدين هما ناداونا، هما اللي اتصلوا بنا. الرئاسة. إيه الرئاسة اتصلوا بنا، قال لي ودي نريد أن نناقشكم في موضوع التوافق الوطني. لما التقينا بهم قال لك يا ولدي. التقيت مع من؟ يقولنا مع سعيد بوتفليقة. أكيد مع سعيد، مش غير هو على كل حال. تلقى مع قدان واحد في الرئاسة. اي مع قدان واحد من 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 الناس تاع السلطه يعني. مع من؟ ما نذكرش التفاصيل احنا، لان احنا يا سي عبد الرزاق ما تذكرش التفاصيل يعني، حتى المشاهد يكون على بينه من الامر. هذو اشخاص هذه مش اشياء، هذو لكن هذه معلومات يعني. اشخاص انا ما نقدرش نتكلم على شخص لم استاذنه. لو ان مثلا الموضوع مطروح كحاله راي عام يعني، يمكن نتكلموا في الموضوع يعني، ولكن احنا كنا نتكلموا مع الناس الكل، ما كانش اللي ما تكلمناش معاه. وحنا بالطبع احنا سعداء بما قمنا به، متشرفين بما قمنا به، نقول هذا لمصلحه البلد. التقيت بسعيد بوتفليقه كم مره من فضلك يعني؟ والله لا اذكر، ممكن ثلاثه او اربعه لا اذكر يعني. كان النقاش، انت قلت من قبل انك التقيت به خمس مرات. احنا قلنا لهم. نعم. قلنا لهم اذا تفكروا في العهده الخامسه ولا في التوريث ولا تجيبوا لنا واحد من الشله الفاسده، اي بالسلامه بالعافيه. اذا تحوسوا نتوافق لمصلحة البلاد من أجل رؤية سياسية، تعديل الدستور، هيئة وطنية مستقلة تنظيم الانتخابات، تغيير قانون الانتخابات، ويكون رئيس وزراء توافقي تقترحه المعارضة اللي هو يسير هذه المرحلة هذه ما يتعلق بكل هذا المسار هذا يعني. مرحبا، اذا ما تحبوش بالسلامه بالعافيه. على كل حال في اخر مطاف الراي تاع العهده الخامسه غلب يعني، بيناتهم هما ما عطاوش الوقت لبعضهم بيتفاهموا بين بعضهم. هما الجهه اللي كانت مع العهده الخامسه غلبت الفكره تاع التمديد، وغلبت الفكره نتاع شخص واحد اخر بالاتفاق مع بوتفليقه، ولم تقبل موقفنا تاع التوافق الوطني، ما قبلتوش يعني، حتى ولو في اطار التاجيل ما قبلوش. ففرضوا العهده الخامسه. انت كنت ما كانوش حاسبين الشعب. طيب. لما خرج الشعب يعني، ولاو تحتموا يولوا. طيب. ضد العهده الخامسه. تلتقي سعيد بوتفليقه في مقر في زيرالدا؟ نعم. انت راسا لراس يعني على انفراد في مقر يعني؟ بالطبع كانوا معي روحوا زملائي من الحركه يعني، ولكن شكل اللقاء يعني بالطبع هذا خاص بينا احنا يعني. انت وياه يعني؟ احنا كنا في اطار رسمي. في اطار. طيب. رسمي. يعني بكل صراحه يعني، كيفاش كنت تقييم ادائك للسعيد بوتفليقه يعني؟ كان هذا، كان خائف، كان قلق، كان متاكل على روحه؟ كيف توصف انت الوضع نتاعو السياسي والنفسي؟ شوف النظام السياسي كانت فيه ثلاث اجنحه، جناحين قويين وهو قياده الاركان والمخابرات، كل واحد من عنده مشروعه. الحلقه الضعيفه كانت هي الرئاسه،
هي الحلقة الضعيفة، هي الحلقة الضعيفة. ولذلك احنا حبينا نركز على الحلقة الضعيفة هذه، وباه خلافة بوتفليقة ما تفرضها لا قيادة الأركان ولا تفرضها المخابرات، خلافة بوتفليقة يفرضها الشعب. فلذلك احنا أردنا أن نستثمر في هذه الحلقة الضعيفة لنأتي بالفرصة للشعب. يعني الشديد ما نجحتش. كل الناس يقولوا اللي كان يحكم فعلا هو سعيد بوتفليقة، أنت تقول الحلقة الضعيفة، ولكن معليش نعاود نطرح لك سؤال، يعني كيف قيمت أداء السياسي ووضعه النفسي؟ يعني كان تاكل على روحه، كان ضعيف، كان خائف، كان كيفاش كانت لما تلقى به تاع أربع مرات أو لا؟ كان متكلم مؤسسة عسكرية. طيب أنت عرضت فكرة التأجيل، يعني طلبت من الرئاسة أنه تأجل الانتخابات لمدة 6 شهور أو 9 شهور أو سنة، يعني عرضت هذه الفكرة على المعارضة، على شركائك في الـ في الـ في الـ كيفاش كان موقفهم صراحة؟ لم يرفضوها من ناحية المبدئية، أغلبهم، نهضر على أغلبهم، لم يرفضوا من ناحية الأغلبية، ولكن قال لك احنا لازم نشوفوا هل هذو جادين أو مش جادين، كانوا موافقين على التأجيل؟ لأن مجربين معاهم يعني لا كانوا موافقين على تأجيل الانتخابات. هذا اللي عرضته لهم، يعني لم يكونوا ضد الفكره كلهم بدون استثناء، بعض منهم يعني اغلبهم كانوا يعني يقول لك باللي احنا في الحق ما نشتاقين فيهم، ولكن اذا كان هما صرحوا، الرئيس صرح باللي ما يترشحش العهده الخامسه وجاءوا للحوار بدون اقصاء، هذا المصطلح اللي اقترحوه يتكلموه البعض، يعني بدون اقصاء، يعني عندئذ نحن سنحدد موقفنا. يعني المشكل ما كانش في المعارضه، مشكلة تاع التوافق وحتى تاع التأجيل ما كانش في المعارضة، المشكل كان في السلطة. لا ولكن أنا أطرح فقط سؤال، يعني وماذا بنا نعرفه ما هي الأحزاب، من هي الأحزاب التي أو رؤساء الأحزاب الذين قالوا نحن مع تأجيل أو تمديد لبوتفليقة لمدة سنة؟ لا قلت لك أنا ما كانش هناك اعتراض، كان هناك قبول لنقاش الموضوع. من هي الأحزاب التي يعني قلت لك أنا ماشي بقاعدة ما تغيرش في هذا الحصة، جبت العدالة هذه. يعني كنت شوف أنا ما تغيرش في هذا الحصة، لا أستطيع أن أتحدث عن الأشخاص دون أن أستأذنهم، احترام لنفسي واحترام لهم. لكن ربما أنا تحدثت معك من قبل، يعني وكنت تتحدث على الأشخاص، يعني مع الأحزاب، يعني ما لا نذكر أشخاص ولكن نذكر أحزاب. نحن عرضنا كل أمر على الأحزاب كلهم، يعني كلهم كانوا موافقين؟ قلت لك اغلبهم كانوا ما همش ضد الفكره، كان عندهم استعداد للتعاطي مع هذه المبادره اذا كان ظهرت جديه عند السلطه. المشكل كان عند السلطه ما كانش عند المعارضه. طبعا كل مره يعني معليش هذه وجهه نظر. انا الان هاك تشوف الوضع اللي رانا فيه، شو الاحتقان اللي رانا فيه الان، يعني رايحين الانتخابات مبهدله، يعني رايحين الانتخابات في حاله تاع شك، في حاله تاع لا يقين، النظام يجدد نفسه بنفس الاساليب، بنفس العقليه، بنفس الاشخاص. يعني هاو كثير من الناس يبكيوا على المبادره التوافق الوطني. نعم. كثير من الناس يقول لك يا ريت سمعنا لك. شيخ جابلة. يا ريت تاجلت الانتخابات. شيخ جابلة الان يطالب بتاجيل الانتخابات الرئاسيه، هل كان هو مع التاجيل او ضد التاجيل؟ والله انا لا اريد تحدث الاشخاص في حق، انا لازم احترم نفسي واحترم الناس، يعني الحق يعني كيف اعطي لنفسي انا اتحدث على شخص يعني هو لم ياذن لي بذلك، يعني مش معقول يعني. طيب كيف تقيم الحراك الان؟ والله شوف الحراك في اول نوفمبر يعني اعطى رساله قويه جدا، لانه كان حراك مليوني، اعطى رساله بان الذين رجعوا الى بيوتهم بداوا يشعرون يعني بالمسؤوليه من جديد، يعني وبان وقع في الحقيقه يعني نوع من التحايل على الحراك، يعني وان اشواقهم التي اعتقدوا بانها بدات تتجسد ظهرت بانه كان مجرد وهم. ولذلك يعني خسر الحراك الان في تحليلك، حقق اهدافه وما حققش اهدافه. قلت حاجه، شوف النظام السياسي اللي يغلب شعبه ما عندوش باش يفتخر. لا لا تحدث عن النظام. شوف النظام السياسي لما يكون امامه شعب متحضر، شوف لما يكون امامه شعب متحضر، شعب يخرج للشارع بالملايين بالابتسامه وبالهدوء بتبادل الهدايا والورود في صورة جميلة شرفت الجزائر في كل مكان. والنظام السياسي لا يحترم هذا الشعب هذا، ويصبح يخضع للضغط، كما قصة القضاة، قال القضاة خرجوا وداروا إضراب وصمدوا، يعني والنظام السياسي عرف بالقصة راح تروح بعيد، يعني وراح تروح حتى إلى أبعاد يعني أخرى، يعني أكبر، يعني في آخر مطاف، يعني في آخر مطاف زادرهم في الشهرية، يعني بأثر رجعي. النظام السياسي راه يتعامل مع قصة القضاة مثل تعامله مع الشباب اللي يخرج يحرق البنوات في الطريق، اللي يضغط، شوف اللي يضغط
اللي يضغط وعنده قدرة على الضغط وعنده قدرة على الصمت على الضغط، النظام السياسي يستجيب له. هذا نظام سياسي بدون رؤية، ما عندوش رؤية ولا يحترم، ولا يحترم العقل، لا يحترم الحكمة، لا يحترم الآراء الصائبة التي تنفع البلد، هو يخضع للضغط. أنا سألت لك سؤال، يعني هذا وجهة نظرك في النظام متحرر فيها، أنا طرحت لك سؤال يعني حتى نحاول نفهم ما يجري سواء بالإيجاب أو بالسلب. الحراك الآن وضعه، هل قطف ثمار الخروج نتاعو أم لا؟ لا، لم يقطف. لم يقطف. طيب، هناك شعارات جديدة ظهرت في الحراك يعني الآن، هل أنت معها؟ لا، كثير من الشعارات هي تاع مجموعة من الحراك وأنا لست معها. مثلا ما هي الشعارات اللي ترفضها؟ أنا مثلا يعني أنا ضد الاستقطاب الإيديولوجي. الحركة هذا ما جاش من أجل استقطاب الإيديولوجي، الحركة هذا ما جاش باه يطلع أصحاب إيديولوجي على أصحاب إيديولوجي آخرين، الحركة هذا ما جاش باه يطلع حزب على حزب، الحركة هذا ما جاش باه يطلع جهة على جهة، ما جاش باه يطلع عرق على عرق، ما جاش باه يستعمل للمصالح الشخصية، ما جاش من أجل تصفية الحسابات، الحركة هذا جاء من أجل الجزائر، جاء من أجل الديمقراطية، جاء من أجل أن يعطي فرصة للبلد بأن يتطور. هناك من الأسف الشديد من اخترقوا الحراك وسيروه للصراع الإيديولوجي والمصالح ومن بعد الاستقطاب. يعني أنا ضد هذا التوجه هذا، والحراك في الحقيقة أغلبه ليس من هؤلاء، أو يكذب اللي يقول بالحراك الآن سيطرت عليه جهة. الحراك فيه الجزائريين بكل تياراتهم، وحتى الذين لا أشاطرهم الرأي أنا أعتبرهم جزائريين وعندهم حق يعيشوا في هذه البلاد، والفهمة بيناتنا هي في القانون وفي الدستور وفي الانتخابات. هذا هو صحيح. صحيح، هذه وجهة نظر، ولكن هذا يؤكد بأنه الآن كما يقال بعض ينتقد الحراك، طبعا كاين كثير يدعموا في الحراك في المطلق، ولكن البعض ينتقدوا يقولوا أنه هناك تيارات سياسية حابه تستغل هذا الحراك، وموجود يظهر هذا الاستقطاب وهذا الاستغلال السياسي في الشعارات المرفوعة حاليا في بعض المطالب. أولا حق من الناس يعلقوا النايشين لحركة مجتمع السلم، لأن حركة مجتمع السلم خرجت الحراك في 22 فبراير قبل ما تظهر كثير من الشخصيات وكثير من الأحزاب، وفيديوهات موجودة، ونحن دعونا هياكلنا للانخراط في الحراك قبل 22، لأن المراسلات موثقة بالتاريخ يعني بأن يشاركوا في الحراك يعني، ولكن مع ذلك قررنا وعطينا التعليمات بأن لا نتصدر الحراك وبأن لا نستغل الحراك وبأن نكون مع الناس وأن نكون في وسط الناس وأن لا نرفع شعاراتنا الحزبية وأن لا نكون في الصدارة لنسيطر على الحراك، خدمة للبلد وخدمة للديمقراطية. للأسف الشديد الكثير لم يفعل مثلنا، الكثير من الأحزاب المسيطرة من الأحزاب ومن السلطة. طيب، حتى السلطة استغلت الحراك، حتى السلطة استطاعت أن تستثمر في الحراك، حتى السلطة عملت على هذا الاستقطاب الإيديولوجي والاستقطاب السياسي. كان هناك من استعمل الحراك باستقطاب ايديولوجي ذات اليمين، وهناك من استعمله ذات الشمال. حتى السلطه كذلك استغلت الحراك، وكثير مما حققته استغلال الحراك وبالاعتماد على الحراك للاسف الشديد، وهؤلاء سيندمون. على كل حال التاريخ بيناتنا. شوف، الذي يبقى في التاريخ هي مواقف الناس ومواقف الرجال ومواقف الاحزاب. سيسجل التاريخ وشكون اللي ضيع هذه الفرصة الثالثة للجزائر. الجزائر ضيعت ثلاث فرص، ضيعت فرصة الاستقلال بفرض سياسة الأمر الواقع بالانقلاب الذي وقع على الحكومة المؤقتة، ثم ضياع ومنع التعددية بطبيعة الحال، عن التعددية وفرض الحزب الواحد، ثم الفرصة الثانية تاع 5 أكتوبر الذي تم التحايل عليه كذلك، بعدين دخلونا يعني الأطراف المتصارعة دخلونا في مرحلة دماء العياذ بالله لمدة طويلة جدا، وإحنا كنا من أكبر ضحاياها. وهذه الفرصة الثالثة، الفرصة تاع الحراك. ترى أنه فرصة الحراك ضاعت يعني لم يحقق؟ لا، ما زال ما فرتش، ما زال الشعب الجزائري قادر يصمد وقادر يواصل. يعني صحيح المهمة صعبة، لأن لما الحركة تكون الناس اللي ضده يعني عندهم وسائل قوة وسائل إكراه كبيرة جدا جدا. الحركة هذا مواطنين في آخر المطاف، وهذا مواطنين اختاروا الطريق السلمي، ما اختاروش يضغطوا بالمواجهة حتى يستجيبوا لهم. يعني باش بالعقل يعني حبيت نفهم منك، يعني أنت وجهة نظرك أن السلطة لعبت دور أو عدم أو لم تحقق مطالب الحراك وأنها بدأت تستعمل فيه، هذا جانب. الآن الحراك كما هو، تقول أيضا في الجانب الآخر هناك استقطاب وهناك استغلال من طرف بعض الأحزاب، بعض الإيديولوجيات إلى آخره. هل يعني هذا أنه الطرف الذي لم يستفيد من الحراك هم الشعب الذين خرجوا في 22 في خاسر هو البلد معلش البلد متفقين خاسر هو البلد بشعبه
وبنخبه الوطنية الصادقة وبخيراته وبثرواته وبمستقبله. الخسارة فادحة لو كان يتم استكمال التحايل على الحرب. طيب. لذلك نحن ندعو الناس يعقالوا ويرجعوا لرشدهم. طيب. ندعو الناس يعقالوا سواء في السلطة والله في المجتمع والله في الأحزاب، ندعوهم أنهم يعقالوا وينعلوا الشيطان في هذه البلاد ويخافوا ربي في هذه البلاد وما يضيعوش البلاد مرة واحدة أخرى، ونرجعوا للعقل. طيب. نرجعوا للعقل لما يخدم البلد، لأن هذه الممارسات الفوقية تاع سياسة أمر واقع راهي ما توصلش. طيب. هذا الرئيس، شوف هذا الرئيس اللي يطلع بالطريقة اللي حابينها هما، سيجد أمامه مشاكل عويصة مش قادر مش ما يقدرش يحلها، لا على مستوى الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ستكون في مواجهته معارضة قوية جدا، راح يجد شعب يعني في حالة احتقان كبير. واش راح يدير هذا الرئيس هذا؟ يعني ما نقال له راهي ودني، قال له راني هنا، ما خويا الرسول بين أمرين لا اختار أيسرهما، احنا عطيناهم الطريق السهل راحوا للطريق الصعيب يعني للأسف الشديد يعني. وإذاك هؤلاء يتحمل المسؤولية. نحن ندعو الجميع يخافوا ربي، يخافوا ربي في هذه البلاد، خافوا ربي في هذا الشعب. هذا الشعب سوفر بزاف يعني هذا الشعب، شوف هذا الشعب سوفر بزاف. لما تقول خافوا ربي، هذا الشعب شوف هذا الشعب اللي يخرج بالملايين في اطار السلمي ما تسمعلوش. شوف 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 خليني نقول لك هذه الكلمه واضحه. 20 مليون يخرج في اطار السلمي بكل حضاره ما تسمعلوش، ومن بعد اللي يضغط عليك تسمع له؟ لحظة سي عبد، يعني شيء هذا معقول هذا يعني؟ سي عبد الرزاق يعني لا. يعني لا. ألا يستاهل هذا الشعب هذا اللي خرج بهذه السلمية الرائعة؟ ألا يستحق أن يحترم؟ ألا يستحق أن يعلن شأنه؟ سي عبد الرزاق، يعني أنا أتمنى أن نناقش بهدوء فقط. لماذا؟ لأنه لما تقول، اسمح لي هذه ملاحظة يعني، اسمح لي تفضل. إذا تقول يخاف ربي يعني يتحول الخطاب إلى خطاب ديني، إلى خطاب ديني مش سياسي. لا أنت ما تقولش خاف ربي، لا لا، ولكن في السياسة هذا مصطلح جزائري. شوف هذا، شوف هذا مصطلح جزائري. معليش هذا مصطلح كيما نقول لك صلي على النبي، هذا صلي على النبي هذا مصطلح جزائري. خليني نكمل نطرح سؤالي لو سمحت. لما نقول مثلا سواء السلطه او الحراك او المعارضه، لما نقول لهم خافوا ربي وكانهم لا يخافون الله وانهم متعمدين الحاق الاذى بالبلاد، في حين انه هذه سياسات يعني ممكن توافقها وتختلف عليها، ولكن يجب احترام كل الاطراف بما فيها الحراك او السلطه او المعارضه، تختلف مع المواقف. نعم، لما نقول خاف ربي يعني وكانه طابع ديني، لكن بالنسبه لي مش هذا، لانه المهم في نهايه المطاف نشوفوا هل البلاد تربح او تخسر. هذا هو، وهذا ما فيهاش خوف ربي يا خويا بيناتنا، ولكن ما فيهاش خوف ربي. فقط سعد الرزاق، سعد الرزاق، هل بكل صراحه يعني، لانه هناك نوع من التقديس للحراك، طبعا انا لست ضد الحراك، انا اتمنى النجاح للحراك واتمنى كل ما هو خير لهذه البلاد. هل بكل صراحه الحراك لما بدا في 22 فبراير 2019 هو نفسه الحراك الان في نوفمبر 2019، في الخطاب، في التوجه، في 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 في, في الشعارات، في السلوكات، في الاهداف؟ لا، وقعت تحولات، جزء منها النظام السياسي اهمها وهو سياسه الاعياء وسياسه الاحتواء، هو مسؤول عليها عدم الاستجابه، وفيه كذلك اللي يحبوا يستغلوه ايديولوجيا كذلك. الوقت انتهى، إيه؟ سنبدا في الجزء الثالث والاخير من هذه النقطه نتاع الاستقطاب. موافق سي عبد الرزاق؟ نخرج فاصل قصير لانه تجاوزنا شويه الوقت، ونعود لمناقشه قضيه الحراك واسئله اخرى في هذا البرنامج. شكرا سي عبد الرزاق. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذا الحوار. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والاخير من برنامج لقاء خاص الذي استضيف فيه السيد عبد الرزاق مقري. اهلا سي عبد الرزاق. توقفنا قبل الفاصل عند الحراك، كيف تقيم الحراك؟ قل لي بصراحه يعني الحراك من 22 بين 22 فبراير بدايته والان، كيف تشخصه انت؟ كيف تحلله؟ كيف تقيمه؟ والله شو الحراك هو عرف تطورات يعني متعدده ومتنوعه، عرف فترات ضعف شديد خاصة يعني في يعني خاصة في المرحلة اللي ما قبل 1 نوفمبر، الصيف عرف بعض التعثرات، رمضان بعض التعثرات، بعد رمضان قلع يعني من جديد يعني. ولكن أكبر شيء أصابه هو خيبة الأمل، يعني كثير من الجزائريين مواطنين عاديين، كثير من الجزائريين مش مناضلين سياسيين،
يعني جزائريين غايظتهم بلادهم، وجعهم قلبهم، شايفين الفساد، حبوا يفرضوا عليهم العهود الخامسه اللي تحطم الكرامه نتاعهم. ناس عاديين خرجوا في اعتقادهم، لما الناس يخرجوا بهذا الشكل عن بكره ابيهم سيسمع لهم. نهار اللي شافوا بلي الامر مش ساهل وطال الحال بس اصابهم الاعياء، بعض منهم رجعوا لبيوتهم يعني، وبذلك الاعداد نتاع الحراك نقصت خاصه في الولايات يعني. الاستقلال السياسي هو اللي خلاه خلى البعض يسحب. بكل تاكيد يسحب. بكل تاكيد ان الاستقطاب الايديولوجي والسياسي اثر. يعني هناك مثل ما قلت لك يعني في الفقره السابقه، يعني هناك من اراد استغلال الحركه، اعتقد بان هذه فرصه. خلاص جاء الحراك، انتخابات راح تكون في المستقبل مش كيما بكري. ولذلك مثلا كيف تفسر احنا بعد الجمعه، من الجمعه الاولى والثانيه بدا الاستهداف لي شخصيا ولحزبي بشكل غير منطقي. يعني حتى لا يوجد سبب. من طرف من؟ من طرف التيار العلماني خاصه. يعني معناه يعني لا يوجد سبب. احنا بالرغم كنا نشتغل مع بعض يعني، وإحنا ما عندناش مشكل يعني، ما عندناش احنا ذهنيه الصراع، احنا عندنا ذهنيه الديمقراطيه ونروحوا للشعب، الشعب هو اللي يفصل في الموضوع ونحترم الجميع مهما كانت. فاذا به نجد يعني هجوم علي شرس وبالكذب وبالتدليس، وحبوا حتى يدخلونا في صراعات عرقيه احنا براء منها يعني. عليه لان بعض الناس فهموا باللي خلاص لا فلان راب ولا راندير راب، دوكا نروحوا للديمقراطيه، هاو الاسلاميين يديوها، حركه مجتمع السلم هيكله في كامل التراب الوطني راح هي اللي تدير الانتخابات. بدا الاستهداف، يعني دخلنا في منطق الصراع. وانا شوف او التاريخ يشهد، في مازافرون 2 في 2016 توجهت للحضور جميعا اللي كانوا كل التيارات موجودين، قلت لهم ستقع تحولات كبيره، وان النظام السياسي الذي لا يقبل الانتقال الديمقراطي المتوافق عليه ستكون نتيجه خروج الناس للشارع. فقلت في هذه اللحظه سيحتاج الشعب الجزائري مجتمعين، فادعوكم الا تتفرقوا والا تعطوا الاولويه للتنافس السياسي والتنافس الحزبي والتنافس الايديولوجي. عندئذ يجب ان نكون متحدين. للاسف الشديد الشيء اللي كنت توقعته وقع، وهما تفرقوا من البدايه، وبدأ التفكير في الانتخابات والتفكير في السلطة والتفكير في المناصب يعني، وهنا ندفع في الثمن. فلذلك صحيح الاستعجال تاع بعض الأحزاب من كل التيارات على كل حال، مش فقط التيار العلماني يعني، استعجال تاع بعض الأحزاب يعني، الرغبة في الدخول المبكر في المنافسة السياسية الأيديولوجية يعني ضعف الجبهة السياسية وضعف الطبقة السياسية، وكذلك خوف كثير من الشعب، كثير من الجزائريين خافوا من الاستقطاب الأيديولوجي. لأن أنت لما أنت تقول أنا بن فلان وبن العرش الفلاني وبن الجهة الفلانية وبن العرق الفلاني، الآخر يقول لك أنا ثاني يا سي محمد، انا ثاني من العرق الفلاني ومن القبيله الفلانيه، وبعد روحوا للجاهليه. طيب وهذه وقعت حتى عند خيار الناس، عند الصحابه كانوا راجعين في يعني في غزوه من الغزوات، وقع شيء بيناتهم، الاخر قالوا يا ثارات بني فلان، الاخر قالوا بني فلان. انت كي تحرك التراب يتحرك التراب فيا يعني. ولكن عند يعني المفروض احنا رانا يعني عندنا خبره وعندنا تجربه، ما ندخلوش في هذه الصراعات العرقيه والايديولوجيه، نعطيو الاولويه لبلادنا، نعطيو الاولويه للديمقراطيه. بعد يا خويا كي تجي الفرصه تاع الديمقراطيه نريحوا، تفهموا على العقل الاجتماعي يا خويا، تفهموا وش الشيء اللي يخوفك؟ وش اللي يخوفني؟ هذا للاسف الشديد نروحوا بعدك للاراده الشعبيه. يعني انه الخطاب او الشعار او الهدف اللي خرج من عنده، خرج بسببه الحراك او الجزائريون في بدايه، ليس هو نفس المطالب الان؟ لا، شوف المطالب هي بقت نفسها. نعم. مطالب التغيير، مطالب الذهاب بالانتخابات في اطار ديمقراطيه وفي اطار حريه وفي اطار قواعد منافسه حقيقيه لا يزال موجود، يعني لا يزال موجود. وحتى الاستقطاب الايديولوجي تراجع في الحركه يعني في الجمعات الاخيره، لان الناس اللي مشاو للاستقطاب الايديولوجي فهموا باللي داروا غلطه، ولو ما حبوش يستعرفوا علانيه يعني، فهموا باللي داروا غلطه، وفهموا بان رفع العبارات الايديولوجيه والحالات الايديولوجيه والعرقيه أضر بالحراك وأضر بالجميع يعني. فوقع شيء من التراجع في الاستقطاب الإيديولوجي. الآن المشكلة اللي رانا فيها هي مشكلة يعني الاستقطاب السياسي بين الحراك والمعارضة والسلطة. هذا المشكلة اللي رانا فيها. السؤال الأخير حتى ننتقل من قضية الحراك، يعني بصراحة يعني صار جدل كبير، حتى وقع تخوين يعني، تخوين وشتم وسب إلى آخره، حول قضية هل من الأفضل يكون للحراك
قيادة أم لا؟ لأنه البعض يقول أنه لا يمكن للحراك أن يحقق مطالبه إذا لم تكن له قيادة هو يختارها جسد له مطالبه. وشفنا هذه كثير، يعني حتى لما بعض الشخصيات حبوا يتحدثوا ويترجموا مطالب الحراك، يعني طلبوا منهم يتحدثوش باسم الحراك، وبقى الحراك يخرج كل جمعة ولكن ما زال ما حقق حتى مطلب من مطالبه. أنت مع وجود قيادة الحراك أم لا؟ شوف، الحراك الجزائري له استثناء وخصوصية جزائرية. نعم. حراك كبير ضخم عظيم واعي جدا جدا، ولكنه لم يفرز قيادات. لما شعرنا بالحاجة لوجود قيادة أصنعنا عين بنيان. عين بنيان هو قيادة لا تفرض نفسها على الحراك ولكن تمثل مكونات الحراك. يعني فإذا حلينا مشكل القيادة. كنتم تتحدثون باسم الحراك؟ لا، احنا كنا نتحدث بمثل ومطالب الحراك وشعارات الحراك، ونال عين بنيان قبول كبير جدا في الحراك. ولكن اللي رفض هذه الفرصه هو النظام السياسي. طيب، ولكن كثير من الحراك يقول انتم او الشعب الجزائري يقول انتم كنتوا احزاب سياسيه تقليديه ما لعبتوش دور في الحراك، وبالتالي ما عندكمش الحق تتحدثوا باسم الحراك. كيف انتم طبقه سياسيه مثلا؟ الحراك حركه تلقائيه درها اغلب الشعب الجزائري، عدد كبير من الشعب الجزائري بدون وجود تاطير سياسي، وبالتالي المطلوب كان من الحراك او الناس يقولوا انه الافضل انه الحراك يخرجوا شخصيات منهم ما كانوش متحزبين، ما كانوش يمارسوا السياسه بشكل تقليدي في اطار احزاب الى اخره، ولكن من داخل الحراك خيروا ثلاثه او خمسه او عشره او زوج او مش ممكن. وهذا لم يحدث. انت في هذه النقطه هذه مع او ضد وجود قياده للحراك؟ مش ممكن الحراك يختار قيادات، ما كاينش الاليه، لا توجد اليه، هذه ملايين في الشارع، ومن يسلم لهذا؟ احنا حلينا المشكل عن طريق عين بنيان الذي نال القبول عند الحراك، نال قبول كبير عند الحراك في كل الولايات. وحتى ما يبانش المساله تاع التحزب، اللي خليناه يسير الجلسات نتاع عين بنيان هو شخصيه مستقله، مش متحزب. يعني احنا استجبنا للحراك ولعقليه الجزائريين وللخصوصية تاع الحراك الجزائري بعين بنيان. الذي رفض عين بنيان هو النظام السياسي. عبد الرزاق، يعني اسمح لي على الملاحظة هذه، يعني اللي كانوا في العين بنيان، يعني مع احترامي لهم وداروا أرضية بالنسبة لي جيدة جدا، ولكن أغلبهم كانوا في السلطة. يعني أرسيدي كان في السلطة، حمص كانت في السلطة، بنفليس كان في السلطة، بنقرينا كان في السلطة، يعني كلكم كنتوا في السلطة، يعني وبالتالي الحراك ما يقبلكمش. الحراك كان حاب يبقى بدون وجود هذه الطبقة السياسية الكلاسيكية. المشكلة أنه الحراك ما قدرش يفرز قيادة منه مش من رجال السياسة التقليديين، وبالتالي يعني حتى أنتم كنتم مرفوضين من طرف الحراك. كنتم مرفوضين من طرف الحراك. لو كنا مرفوضين من 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 الحراك لكان ما ناش في الحراك إلى يومنا هذا. بعض رسائل الأحزاب هبطوا الحراك وطردهم الحراك. إيه، ولكن بعض الأحزاب ما نزلوا الحراك وما طردهمش الحراك. يعني هذا غير صعب. وهذه قصة كانوا في السلطة هذه انتهت خلاص. الآن الحراك في كل اقتراحاته للبدائل، يعني هو يقترح في ناس كانوا في السلطه، هذه انتهت. مشكل الحراك مازال ما اقترح ولا واحد. يعني معنى الحديث اللي كان داخل الحراك، المشكل اصبح الان في الجزائر، مش كنت في السلطه ولا ما كنت في السلطه، بالرغم اللي انا مع عمري كنت في السلطه. لكن حزبك كان في السلطه. اي، ولكن انا كشخص عمري كنت في السلطه، يعني انا ادافع على حاله يعني لا امثلها، انا عمري كنت في السلطه يعني. ولكن المشكل ماهوش الان كنت في السلطه ما كنتش في السلطه، هل في ست كي كنت في السلطه ولا لا؟ هل سايرت الهيمنة والديكتاتورية وتماهيت معها أم لا؟ صحيح. لا، لم تتماهى. يعني هذا يدخل في قضية يروحوا قاع. يعني بمعنى الآن مثلا كان أسماء، احنا قلنا بلي ما نتكلموش في أسماء، كان أسماء مش مرفوضة من الحراك ولكنها كانت في السلطة. إذا كان عقل واعي عند الجزائريين يرفضون الفاسد والله اللي كان يضرب في البروصة، ولكن يقول يضرب في البروصة ولكن يستعين بالسلطة، يعني والله متآمر معها، هذو اللي مرفوضين. ولكن حتى في الحراك وحتى في النخبة يعني يقول لك يروحوا قاع. لا، يشوف يروحوا قاع عبروا عليها بعبارة أخرى، لأن كاين المطلق وكاين المقيد. المطلق يروحوا قاع، المقيد الباءات الأربعة، يعني معناها يعني هذه السياسة وهذا هو الفكر البشري. الفكر البشري يبدأ بالمطلق وبعد يروح للتقييد. اطلق المطلق يروحوا كاع كشعار قوي جدا، او الان صار موجود في العالم يعني، ولكن قيدوه باقتراح عملي وهو يروحوا الباءات الاربعه. هذا هو. طيب سي عبد الرزاق، هل ترى يعني انه العداله بدات تتغير ام لم يحدث تغير في العداله؟ شوف، انا في الحقيقه نعطيك جواب مطلق. المؤسسات المنبثقه عن مسار ديمقراطي مثل حريات حقيقيه هو الذي يبني المؤسسات التي تستطيع
أن تكافح الفساد بالديمومة وبالفاعلية وبالعدالة. وأنا لا أؤمن، لا أؤمن من خلال تكويني، من خلال تكويني، من خلال تجربتي، من خلال خبرتي، لا أؤمن باللون بروفيدونس، لا أؤمن بالشخصيات العظيمة الملهمة اللي تنزلنا من السماء هكذا وهي تحلنا المشكل في بدل المؤسسة. لا أؤمن بها. هذه ذهنية العاجزين والكسالة، الناس العاجزين والكسالة، ما يحبش يضحي، ما يحبش يكافح من أجل الحق، ما يحبش يكافح ضد الفساد. إيه ماذا به يجيني واحد ينزل لي مسمح لي المشكلة، أنا ما ناضلش بصح يجيني واحد هو يدير كلش، هو يدير كلش. هذا ذهنية العاجزين والكسالة الذي لا يتناسب مع السنن الاجتماعية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يستحيل، يستحيل. هذه صحيح نفحة الأشخاص وإرادة الأشخاص تنفع، تدفع في تغيير ساعد. معهم لا ساعد، ولكن الذي يغير هي المؤسسات، هي المؤسسات. ولكن في تحول على الأقل جزئي، في تغير. لما تقول لي العدالة، العدالة يخرجوا القضاة بأعداد هائلة، هم يشهدوا، هم يشهدوا بالعدالة مش مستقلة. ماذا تريدون أن أقول الآن؟ الآن يعني في الفترة ماذا تريدون أن أقول؟ شوف الشبهة، شوف الشبهة، الشبهة تاع عدم استقلالية العدالة كبيرة، كبيرة. الدليل ما هو؟ أنه هم أنفسهم، هم من داخل الأسرة تاع القضاء يقولوا بأن العدالة ليست مستقلة. أنت كنت مع إضراب القضاة أم لا؟ الإضراب حق. نعم، الإضراب حق. تمام، هذا الإضراب يضمنه الدستور وتضمنه القوانين. القانون يمنع إضراب القضاة، قانون ينص على منع إضراب القضاة يعني، ولكن الإضراب تكت معهم هم, هم هم أجابوه. كانت هناك يعني كانت هناك محاكم دعمت الإضراب، وكانت هناك محاكم ومجالس يعني اللي قاتل الإضراب. الإضراب يعني معناه حتى الأحكام، شوف الفوضى اللي رانا فيها تصبيق معص يعني بحب كل صراحة يعني رانا في واحد الحالة، الحالة خطيرة. شوف القضاء مؤسسة قضائية تفتي باللي الإضراب صحيح، ومؤسسة واحدة أخرى تقول لا مش صحيح. اسمح لي يا عبد الرزق، سي عبد الرزق اسمح لي، يبدو إلا إذا كنت يعني مخطئ. يعني كما قلت بيج ماس يعني 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 معنى هذه فوضى عظيمة. لا لا، يعني فوضى كبيرة. عفوا إلا إذا كنت أنا مخطئ ممكن جدا، ولكن ما أعرف هو أنه كاين محكمة واحدة اللي أصدرت حكم بإلغاء عدم شرعية الإضراب هي تيبازا، ولا توجد محكمة أخرى أو محكمة أخرى أيدت وقالت أنه الإضراب شرعي؟ لا لا لا، حدود علمية لا توجد. قرينا احنا في وسريع وبعدين انا لا اريد. لا توجد يعني. شوف هذا الامر هذا يهمهم هما. طيب ولكن احنا شوف لما تكون، شوف لما تكون يعني تيار معتبر الناس كل شافوه، هو يشهد من داخل الاسره تاع القضاء. هو يشهد. انت كنت مع الاضراب ام لا؟ انا نقول الاضراب حق دستوري. طيب هما ذا شأنهم ما يديروا الإضراب ولا ما يديروش، مش أنا اللي قلت لهم ديروا الإضراب، يعني هما اختاروا ديروا الإضراب، هذا شأن دستوري. لما الدستور يعطي الإضراب لقطاعات أخرى، ولكن القضاة من بين القطاعات اللي ما يطلع القانون ما يعطيهمش إضراب. هذه أنت لازم تستدعي خبير قانوني، قاضي. طيب. قاضي اللي يقول باللي عندهم الحق، وقاضي ما يقولش. طيب. عندهم الحق، وتفريها بيناتهم. طيب. يعني الآن فيه تيار كبير عند القضاة هو اللي قال بلي العدالة غير مستقلة. يعني طيب. شأنه في قطاع العدالة يعني قبل الحراك، قبل سقوط بوتفليقة وبعد سقوط بوتفليقة، هناك تغير ما في أداء القضاء أم لا؟ أنا نقول لك قاعدة عامة، هو صراع أجنحة، صراع أجنحة كانت متصارعة قبل الحراك. الحراك أثر فيها وغير المعادلة تاع صراع الأجنحة. رانا عايشين نفس الحالة. أي أجنحة الآن موجودة؟ يعني لا توجد أجنحة. أنا قلت الآن لا توجد أجنحة. أنا فصلتها لك، فصلتها لك بكل تفاصيل تاعها. لا يعني بعد الحراك. إحنا شوف بالنسبة إلينا الذي يهمنا أن الانتقال الديمقراطي الناجح اللي مبني على الرضا مش على الإكراه، مبني على الرضا مش الإكراه. دوك كي تغلبني، دوك كان نظام سياسي تغلبني، سي نورمال تغلبني. أنا مواطن بسيط، شوف أنا مواطن بسيط مسكين غلبان، شوف أنا غلبان، أنا مواطن بسيط غلبان. تقدر أنت في يدك كل شيء، تقدر تغلبني، تقدر تدير فيه واش تحب. دوك شوف أنا أسأل يعني شوف أسألك على العدالة يعني. شوف هل هناك مواطن، شوف المواطن البسيط، أنا لا أسأل عن المواطن البسيط، تغلبوا أنا أسأل على العدالة. قل لي العدالة قبل سقوط بوتفليقة وبعد سقوط بوتفليقة، العدالة في فوضى. لا هي نفس أدائها، نفس العدالة في حالة فوضى عارمة. نعم، العدالة الآن في حالة فوضى عارمة، والخاص والعام يعلم ذلك. طيب. ما رأيك في محاكمة المسؤولين السابقين يعني الوزراء والوزراء ورؤساء الحكومات إلى آخره؟ هؤلاء سبب رئيسي في الكارثة التي نحن فيها، ودخولهم للسجن شيء يسعدنا،
ونحن كنا نتحدث عنهم بأن مكانكم في السجن هذا لمدة سنوات طويلة. أنا من بين الكتب تاع اللي راهي موجودة الآن في معرض كتاب دولي كتاب عنوانه قابل الحراك. وتكلمت على جبت المقالات التي كنت يعني صليط فيها على حكومات بوتفليقة وما هي الاقتراحات العملية اللي كنا نقترحوها قابل عنوانه قابل الحراك. وتعمدت أنا في المقدمة جبت فقرة أحمل الناس مسؤولية، هؤلاء الذين يسكتون على هذا العبث وعلى هذا الفساد سيطحنهم التاريخ حينما يقول الشعب كلمته، هذا اللي موجود في الآخر. فلذلك هؤلاء هذو هما الأدوات نتاع بوتفليقة، هذو الأدوات نتاع النظام البوتفليقي وهم كانوا مستفيدين من الريع وداروا ثروات عظيمه وخلقوا لنا عصابه عابره القارات للاسف الشديد ودمروا البلاد. وسيسجل التاريخ بان هؤلاء اللي راهم موجودين في السجن هذه الرموز المعروفه يعني هذو هم الذين دمروا البلد. طيب من بين يعني احيانا يتم انتقادكم يعني كمسؤولين سياسيين او رؤساء احزاب او مناضلين في كل الاحزاب، يعني مثلا في نظام بوتفليقه يوجد وزراء او كانوا وزراء من حركه حمص، ويوجد وزراء من الار سي دي، ويوجد وزراء من عده احزاب كانت في المعارضه وتطالب بمحاربه الفساد، واتضح انه كثير من هؤلاء المناضلين في حمص وفي الأرسيدي الأخيرين تورطوا في الفساد وأصبحوا هم يناظرون للفساد ومن عربي الفساد دون ذكر أسماء. جيب لي احنا في حركة مجتمع نعطي لك مثلا حركة كان عندكم مرغول مثلا خرج كان حركة. ولكن توزر أو أصبح وزير حركة حمص هي اللي طلعته الوزارة. شوف لما يكون جسم نعم. له قدرة سيد عبد القادر بن قرينة عفوا المترشح الحالي كان وزير للسياحة في نظام رئيس بوتفليقة، وهناك كثير من العيوب اسمح لي نقول عيوب اللي تتعلق بسيد بن قرينة وسيد غول. شوف لما نعم. حزب يستطيع أن ينفث خبثه ويصبح الإنسان اللي الآن متهم بالفساد اخرج من الحركة. ولكن شوف الجسم هذا اللي جسمك وجسمي يتعرض للمرض ولا ما يتعرضش؟ يتعرض للميكروبات ولا ما يتعرضش؟ ولكن الجسم السليم هو اللي عنده المناعة القوية بحيث عنده ديزونتيكور يعني قويين ويدفع المرض يدفع الخبل. هذا شوف احنا حقهم الناس يعلقون النياشين انه ربما ما نقولش الحزب الوحيد، لان الكلمة هذه شوية فيها شوية غرور، ولكن الحزب الذي استطاع في التاريخ السياسي الجزائري أنه يخرج من فم السبع، وأن الذين تورطوا مع النظام البوتفليقي خرجوا من الحزب راحوا من الحزب، هذا يحسب لحركة مجتمع السن. معناه أن حركة مجتمع السن عندها مناعة كبيرة، ولذلك الشعب الجزائري عليه يعول على هذه الحركة ويعاون هذه الحركة لأن هذه الحركة عندها مناعة كبيرة، عندها مناعة. الذي يشتهر شوف الذي يشتهر عليه الفساد لا يستطيع ان يبقى في حركه مجتمع السن، او على الاقل لا يستطيع ان يبقى في قياده حركه مجتمع السن. طيب شو انا اقول لك مثلا كثير من الشخصيات رشحتهم حركه كانوا مناضلين في حركه حمص وطلعتهم للحكومه ولو اعضاء في الحكومه وكلهم كان عندهم مشاكل في الحكومه بدون استثناء. ونذكر لك مثلا تقريبا بدون استثناء كان عنده مشاكل. نقول لك مثلا مصطفى بن بدا كان عنده مشكل، سيد بوجراز عفوا لحظه نقول لك سيد بوجراز السلطاني كان عنده مشكل، سيد عمر غول كان عنده مشكل. لا شوف عمر غول عمر غول عليه ملفات في العداله، هو الان موجود في السجن. بصح عندك تقول لي على سي مصطفى بن بدا معليش مشاكل في مشاكل يعني لا داخل لو كره في العداله لا اريد ان اتحدث عن سيد، ولكن نعطي لك مثلا كانت عنده لما كان وزير كان عنده علاقه بالبوشي مؤكده هذه وبدون شك وانا عندي الدليل. شوف يعني حتى السيد ابو جره السلطاني لما كان وزارة السيد لا يعني شبهه لازم نجاوب عليها. هو بالطبع لما سئل على هذا السيد جزارو، هل انت لما جي واحد بوندي زورك انت معناه انت مع بوندي معه؟ مش بوندي كان كان يمول وزيارات الى الخارج الى خارج صحيح هذا وقاية هذا وقاية. اذا العداله ليست مستقله مع احترامي لسيد اذا كان شوف اذا كان سي مصطفى بن بدا متورط في الفساد وماهوش في العداله معناها العداله انا لم اقل متورط في الفساد لا انا دقيق في كلامي قلت عنده علاقه بالبوشي. شوف انا لم اقل انه فاسد اللي عنده دليل يجيبه. نعم احنا شوف احنا الحركة عندها قواعد، أي واحد أي كائن من كان تظهر فيه شبهة تاع فساد واضحة وما يقدرش يدفعها احنا ما نخلوهوش في الحركة، مش هو يروح احنا ما نتركوش في الحركة،
احنا اي واحد يظهر عليه باللي متورط في الفساد نحن من يتخلص منه بشكل واضح يعني. ولكن لان القاعده معروفه الانسان اللي يمشي في طريق الفساد وحده وحده يخرج من الحركه. لكن انا ليش طرحت هذا السؤال؟ لانه البعض من المواطنين خاصه في الحراك ما خرجش في البدايه الاولى ما عادش يامن بالطبقه السياسيه، شاف الارسيدي شاف حد شاف، وبالتالي حب يخرج وجه جديد. ما يكونش وراه وجه جديد، هذا وجه جديد، هذو اللي راه مترشحين وجه جديد غير صحيح. لا اتحدث عن هؤلاء، اتحدث عن هدف تاع الحراك. نعم. غير صحيح. اولا نعم. احنا تفهمت انا وياك باللي مش معنى انسان كان في الحكومه، انا ما كنتش في الحكومه على كل حال، مش معنى انسان كان في الحكومه مش مليح. انا متفق معك. نعم يعني نعم. اللي مش مليح هو اللي راح للحكم وفسد. صحيح صحيح. والله والله دعم الفساد. صحيح. والله دعم الدكتاتوريه والهيمنه. صحيح. وكان مع هذا الوضع الذي نحن فيه، هذا اللي مش مليح. اما واحد كان محترم وفي الحكومه، راهي بالالاف في الدوله سيدي، هم بالالاف جزائريين مثلي ومثلك، اولاد فاميليا وناس موجودين في الاداره، موجودين في العداله، موجودين في الوزارات، موجودين في المؤسسه العسكريه، موجودين في كل مكان، والاغلبيه من هؤلاء هذو ناس اولاد فاميليا وناس نظاف يعني، ولا على البلاد راهي بهم اللي راهي واقفه يعني. طيب في بعض الاشخاص مسيطرين عندهم نفوذ يعني فاسدين، راه يلحق الوقت والبلاد تتخلص منهم بالطريقه الديمقراطيه وبالطريقه السلميه، ما كاين حتى اشكال يعني في ذلك. مش معناه انسان كان في الحكومه او حزب كان في الحكومه معناه مش مليح. احنا حركه مجتمع السن، الدليل على نظافه هذه الحركه وان عندها مناعه ذاتيه يمكن الشعب يعول عليها، ان اللي يظهر فيه الفساد يخرج من الحركه. طيب اليوم قياده حركه مجتمع السلم، جميع اعضاء المكتب التنفيذي الوطني، جميع قياده الولايه، كلهم ضعاف، ما كاينش تقدرش تقيسهم بحاجه. دليل باللي حركه لها القدره على ان تنفث خبثها وما يبقى فيها الا الصحيح. الذين خرجوا تعتبرهم من خبث حمص؟ ليس كلهم، مش كلهم. هناك من خرج لأنه وقعت له شبهات في ذهنه، هناك من غلطوه يعني في قضايا معروفة في التاريخ يعني، هناك من عنده مشاكل شخصية، هناك من ما كانش موافق على التوجه اللي مشت فيها الحركة، هناك من عنده تصور ما يعني الحركة، هناك من عنده مشاكل مع أشخاص يعني. لا كان فيه، كان كثير من الناس اللي خرجوا من الحركة ناس نظاف وناس وطنيين وناس 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 طيبين وهم أصدقاء يعني، ونقول لك يعني عدد كبير من هؤلاء يعني. لا يعني لا يمكن احنا نقول بان كل من خرج من الحركه مش مليح، لا، هذو عدد كبير من اخواننا هؤلاء، نحبهم ويحبونا ولا تزال العلاقه بيننا وبينهم طيبه يعني، ولا يفسدوا الخلاف للود قضيه وما حتى اشكال. ولكن هناك اشخاص يعني مشهورين معروفين، مشهورين، انت راك تسالني على المشهورين مش تسالني على الجسم الكبير. كاين يعني جسم كبير في الحركه وكاين اللي خرجوا. نتحدث عن الذين تم تعيينهم في الوزاره فتغيروا. تغيروا لم يعودوا كما كانوا. هؤلاء مش كلهم، مش كلهم فاسدين، لا، حتى هؤلاء مش كلهم فاسدين، حتى اللي خرجوا من الحركه من الوزراء مش كلهم فاسدين الحقيقه يعني. ولكن تتكلم على اسماء محدده معروفه، انت ذكرت الاسم تاعو مرغول، مرغول راه الان في السجن. هذا رجل خرج من الحركه وخرج عليها، خرج هي معروفه، خرج لاننا احنا لما قررنا نخرج للمعارضه وقال انا ما نخرجش للمعارضه، قلنا له بالسلامة بالعافيه، هذه السبب على 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 راح يعني، بمعنى ان الحركه لها قدره، لها مناعه. شوف يا سيدي، هذا شيء هذا يحسب للحركه. شوف الجسم، الجسم اللي يعيش في بيئه موبوءه ويقدر يحافظ على روحه ويحافظ على صحته، هذا جسم قوي، هذا الدليل اللي حركه مجتمع السلم حزب قوي يعني، ما يقدرش يبقى فيها واحد متهم بالفساد، ما يقدرش. طيب يعني انت لا تذكر الاسماء، ولكن اطرح عليك سؤال يعني، اتمنى، هل صحيح كنت تلتقي او التقيت ولو مره واحده بالفريق توفيق لما كان في منصبه او بعد ما غادر المنصب؟ شو انا قلت لك، انا شوف يعني لا اريد ان اتحدث في الاشياء التي ليست مفيده وليست نافعه وليست ذات راي عام. انا التقيت بمسؤولين في الدوله بمختلف الانواع، ولا اتحدث الا على الاشخاص اللي هما يتحدثوا، هو يهدر مثلا، والله قال مثلا، هو يصبح قضيه راي عام، اتحدث على الموضوع هذا، وانا من حقي ان التقي مع وكيل، لان علاه لو نجاوبك على زيد ستسالني على عمر، لو نجاوبك على عمر ستسالني على عمر. نبقى بزيد، انا لن افتح هذا الباب، لن اسالك أنا عن عمر، لا شوف انا لن افتح هذا الباب، لن افتحه. انا كمسؤول سياسي من حقي ان التقي مع كل المسؤولين في الدوله، من حقي ان التقي مع كل المسؤولين في الدوله، وانا مانيش مطالب بان اقدم تقرير على كل من التقي به. طيب. الذي يهمني هو ضميري. طيب. هو علاقتي ببلدي وبوطني وبربي قبل كل شيء، هذا الذي يهمني، الذي يهمني ان كل لقاءاتي
من اللي دخلت في السياسه منذ 40 سنه، من اللي دخلت في السياسه كل علاقاتي هي لمصلحه الوطن، هي لمصلحه طيب. البلاد طيب. هي لمصلحه البلاد. ولو كان الناس جا عندهم شيء يحسبوا عليه لو كان ما سكتوش. انا ما قلتش عندك حسب، فقط اطرح سؤال حتى نفهم يعني علاقاتك وكيفاش متشعبه، يعني لانه كثير من مناضلين وقاده حمص كانت عندهم علاقات بال هذا يحسب بالمخابرات الى اخره. لا شوف، احنا عندنا علاقه بمؤسسه الدوله الجزائريه. طيب. الدولة الجزائرية. طيب. مازال الحمس ولا توجد، أنا شخصياً يعني أكد لك هذه، ما عندي علاقة شخصية مع إن كان. لا توجد لي علاقة شخصية منذ دخلت المسار السياسي. لا توجد عندي علاقة شخصية مع أي مسؤول، سواء سياسي، مدني أو عسكري أو أمني. لا توجد لي أي علاقة شخصية بأي شكل من الأشكال. مازال سعد رزق حركة حمس مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين؟ لا. تفصلت؟ لا، احنا منذ زمن الشيخ محفوظ، احنا هو يقول باللي احنا حركه وطنيه جزائريه مبنيه على مبادئ اول نوفمبر، وتستفيد من كل التنظيمات بما فيها الاخوان المسلمين. نستفيد من فكرها، نستفيد من تاريخها، نستفيد من بلائها، ونحن حركه لنا تجربتنا الوطنيه التي نعتز بها، واحنا حركه ما يملي علينا راينا ولا احد. ولا نقبل التدخل الاجنبي. لكن عندكم علاقات، ولا نقبل التدخل الاجنبي. شوف الاخوان عندكم احنا علاقات. شوف احنا اذا نعيب على بعض الاحزاب ان عندها علاقات اجنبيه، نحن كذلك لا نقبل التدخل الاجنبي. علاقات تعاون ممكن، علاقات شراكه فيما يخدم البلد ممكن، بصح باه نعود انا تجيني تعليمات من الخارج، والله زيد ولا عمر يقول لي دير كذا ولا ما ديرش كذا، ولا فوتي على هذا ولا ما تفوتيش على هذا، ولا مشي مع هذا مشي مع هذا، لا نقبله. هذا مساس بالسياده الوطنيه، ولا يمكن ان نقبله باي حال من الاحوال. نحن نحترم الجميع، نحترم العلماء، نقدر العلماء، نقرب الاستفاده تاعنا من العلماء من كل التيارات، من كل التيارات، اخوان المسلمين ولا غير اخوان المسلمين. وعندنا احنا تجربتنا الجزائر التي نعتز بها، ولكن لا نقبل ايا كان أنه يعطينا تعليمات بأن تفعلوا هذا أو لا تفعلوا هذا. الأمر هذا منتهي ولا وجود له على الإطلاق. سؤال الأخير وما قبل الأخير، دائما في علاقاتكم الخارجية البعض يقول أنك سي عبد الرزاق مقري وأنت يعني أردوغان في الجزائر، يعني ويقول أنك، لا أقول رجل أردوغان، ولكن يعني تحاول أن تكون أردوغان في الجزائر. أنت مش عيب، هذا يعني تقبل هذا التوصيف؟ مش عيب، أردوغان خدم بلاده. نعم أكيد. أردوغان جعل تركيا بلد متحضر وبلد قوي وله قوة إقليمية، له قوة اقتصادية كبيرة، يعني بلد صار بلد يعني يفتخر به الأتراك. خدم بلاده. صحيح. خدم بلاده. صح. أنا نخدم بلادي. صحيح. واللي يقول انك رجل اردوغان في الجزائر او رجل تركيا في الجزائر، يعني مع احترامي ليك لانه مش الجانب العضوي ولكن الجانب السياسي الفكري الى اخره. بالطبع المنافسين يقولون ما يشاءون، ولكن الساحه مفتوحه، تقول ما تشاء، يعني تقول ما تشاء. كان ممكن يقولوا رجل مهاتير، ولما لا؟ انا الامين العام تاع منتدى كوالالمبور الذي رئيسه هو مهاتير. نعم. ومهاتير. وانا عندي اسبوع كنت في ماليزيا. صحيح. للتحضير للمؤتمر الخامس تاع منتدى كوالالمبور، اللي انا هو الامين العام تاعو. كان يمكن ان يقال هذا. وانا هذه العلاقات اللي عندي، يعني لو كانت البلاد تقدر رجالها لا قدرت ان استغلها لمصلحه الجزائر. صحيح. الان شوف مهاتير دار مشروع عظيم، مشروع كبير بين الدول المسلمه، لانه هو بالنسبه لي قال لك ولكن افضل ان نبقى في الجزائر. هذا البرنامج ليس لترويج برامج اخرى. لا عنده علاقه بالجزائر. وبالنسبه لي نحن لا يجب ان نلوم الخصوم والاعداء والغرب. الغرب يستثمر في خلافاتنا وفي ضعفنا، فهو اراد ان يجمع عدد من الدول التي تتشارك في مشاريع تنميه، في خمس مشاريع كبرى. يعني انا لو كنا في بلد ديمقراطي وعندنا مع من نحضروا في الدوله الجزائريه، لكن استغليت هذه العلاقات لمصلحه بلادي. لان لما نتكلم على تركيا ونتكلم على باكستان وعلى اندونيسيا ونتكلم على ماليزيا ونتكلم على هذه الدول المسلمه المتطوره، لان المسلمين الاعاجم حلوا مشكلتهم العرب هم الذين. اندونيسيا كانت دوله تابعه لوبيك، كانت يعني دوله تابعه للريع، لهار عرفوا باللي الريع راح يخلص، داروا رؤيه. اليوم خرجوا من لوبيك واصبحوا دوله مستورده للطاقه، وصارت دولة صناعية وناجحين في 24 محور من محاور الاقتصاد. طيب. قوة عظيمة. طبعا يعني الهدف تاع الجزائر مش يعني مش ماليزيا واندونيسيا. شوف انا تمنيت عفوا. انا تمنيت لو كان جات عندنا ديمقراطية التي ترفع من شأن الكفاءات
وترفع من شأن الوطنيين الصادقين اللي يفهموا ايش معناه التنمية الاقتصادية، اللي عندهم رؤية اقتصادية، مش قاعدين متصارعين على الكرسي، متصارعين على الصراع، لكن خدمت بلدي بهذه العلاقات. الشيخ محفوظ نحناح من أعظم ما خسرته الجزائر، ما سمحولوش يسخر علاقاته للجزائر، لان الشيخ اللي علمنا احنا العلاقات والشيخ محفوظ نحناح. انا كنت مسؤول في الجاليه ومسؤول في العلاقات الخارجيه مع الشيخ محفوظ نحناح لمده 5 سنوات يعني، وانا اعرف قيمه الشيخ محفوظ نحناح في الخارج، وانا اسير على خطاه، ولكن للاسف ما خلاوهش يسخر علاقاته في الخارج لمصلحه البلاد، ام يعاودوا فيها او يعاودوا فيها معايا ويعاودوا فيها مع حركه مجتمع السلام فقط، لان هادو انانيين، هادو ما يحبوش البلاد تتطور، ما يحبوش يكونوا فيها وطنيين يجيبوا الدعم لبلادهم من كل افاق من كل العالم يعني، لان يحبوا يبقوا في السلطه ويسيطروا وحدهم يعني. ونقول لك واش نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يسلك بلادنا على خير ان شاء الله. عندك سؤالي الاخير في كلماني، عندك علاقه شخصيه باردوغان؟ لا ما عندي حتى علاقه شخصيه. تعرفوا يعني شخصيا؟ ما عنديش علاقه شخصيه. يعني. شكرا سي عبد الرزاق، عندك كلمه اخيره تكمل. اشكرك على الحصه. العفو العفو يعني، ومرحبا بك. والصريحه كذلك. ولكن انت ما حبيتش. يا اخي ما يديرولكش السونسور. ما كانش لا سونسور، لا توجد، لان وهذه اللي ما حبوش يفهموها المشاهدين، ما كانش عندنا لا سونسور، وسترى بان كل ما قلته سيمر. ولكن فقط بمسؤوليه، لانه البعض يطلب من الصحافه ان تكون يعني معارضه او موالاه. نحن انا راعيتك، انا محرجك ان شاء الله. ان شاء الله تقول رايك بحريه. انا الذي اشكرك سيد عبد الرزاق مقري، لانه شديناك شويه، ولكن يعني ندير لك ملاحظه اذا سمحت لي، انك ما حبيتش تعطينا الاسماء، يعني ما تعطيناش احترام للناس فقط يعني. ولكن هذه مش اساءه او اهانه، هذه وقائع للتاريخ يعني، لما نذكر اسم فلان او فلان لا يعني اننا نسيء. ربما ساستاذنهم وربما تكون فرصه واحده اخرى. نتمنى ذلك. اشكرك جزيل الشكر سيد عبد الرزاق مقري. عفوا مشاهدينا الكرام، انتهى هذا العدد من لقاء خاص، نلتقي في عدد آخر بحول الله. السلام عليكم.